السلام عليكم. الصوت واضح، الصورة طبعا. كلش آسف على التأخير، يعني تأخرت عليكم ربع ساعة بس. صراحة اليوم هذا يعني اليوم كله متخربط، قعدت متأخر، ويعني حتى معاملة عند الصبح ما قدرت أكملها يعني، وما رحت أساسا زين. وهذا كله بسبب ممثلكم محمد جبوري، يعزمني على كباب ساعة بالثنتين بالليل. يومي إذا أنام الصبح ما أقدر، يومي أنام إذا أنام من وقت ما أقدر سبب. نعم يا جميل، بس مو تعزم لي على واحد، يعزم على عشاء، على غداء، على غيوق. لا لا مو مرض ترى، بس ما نمت هواية، معوز نوم. خوش. ننتظر بعد لو نبلش. عددكم 19 أو 18، ما هو 19. وثلث نبلش بعد دقيقة واحدة. محمد راح فتحت لك المايك، اكتب بالك. ايه يلا نبلش. محمد جبوري، يلا نبلش يلا. يلا. طبعا مرة ثانية السلام عليكم، وهم أعتذر على التأخير. طبعا البارحة نسيت انه يعني هم البارحة نسيت اعتذر على انه انتو المفروض يوم الاثنين نعطيكم محاضرة، بس صراحة رحت سافرت لغير محافظة، وانا عبالي يعني محمد جبوري، صارت يعني كلام بيننا انا ومحمد جبوري، ما عبالي انه نزل تبليغ قبل اليوم انه صار بعد وراح سافرت، فهم اعتذر على ذيك قبلها. المهم، البارحة اخذنا السي ان اس، البرين سبينال كورد، حكينا عن مبدئيا عن البرين، شنو اللي يحمي البرين، و حكينا على انه اكو اربع ميكانيزم مهمة، اهمهن هو البي بي بي، هذا اللي شغل اكو هواي من ادوية تشتغل عليه. حكينا عن ليبيد سوليبل، وقلنا انه منها الكحول، منها الانسيثيكس اللي هي التخدير. حكينا عن الووتر سوليبل اللي قلنا هاي صحيح للايبوفوبيك، وهذيك قبل الليبيد سوليبل صحيح للايبوفيليك. وراها وين احنا؟ رحنا الى الفارماكولوجي، حكينا عن الثيرد جنريشن الانتي هيستامين دراجز، وحكينا عن السكند جنريشن مالته اللي هي الانتي هيستامين 2، الاتش 1 ريسبتر هي مالته. وقلنا انه ليش وحده الفيرست جنريشن يسبب لنا حاله السديشن، حاله التخدير او الاغماء او النوم، وليش الثانيه ما راح تسبب لنا هاي الحاله. رحنا وراها الى السباينال كورد، وقلت لكم انه هذن الارقام 8 سيرفايكل، هذا نحفظوهن، رقم موبايل 8 12 5 5 1. حكينا عن ارتباطات، شلون جاي يرتبط السباينال كورد بالاورجان من خلال دورزال روت اللي قلنا هذا الاساسي، اول شيء اللي راح يجي الاشعار او المعلومات الحسيه، وبعدين يطلع من عنده نيورونز يصحوا للموتور او الافرنت اللي راح يروح الى الاورجان وينطي الاعاده العصبي. هذا طبعا بعد قلتكم كيفكم تحفظوا او لا، كيفكم مهمين. وظائف الريفلكس قلنا حكينا عنه، وحكينا عن الريفلكس ارك، المجموعه مالتها اللي هي الريسبتر، الافرنت نيرف، السنتر، الايفرنت نيرف، واخيرا الافكتور اورجان، هذا اللي يونت كله
خاص بردات الفعل اللحظية اللي يصير عند الإنسان نتيجة إصابة أو نتيجة أمور أخرى. زين، سوماتيك نيرف قلنا أنه هذا موجود عندي فقط بالسكيلت المصل. لما يصير لك السؤال أو يجيك السؤال لما يجيك أنه شنو نوع النيورو ترانسميتر والريسبتر بالسكيلت المصل، فيقول له أنه نوعين، إن أول شيء النيورو ترانسميتر هو داعم من الأستيركولين، هو ريسبتر هو نيكوتينيك ريسبتر. يقول لك ابينفرين نور ابينفرين، لا هذا غلط. بالنسبة للسكيلتال ماسل او للسوماتيك نيرفوس سيستم، النيورو ترانسميتر مالته الاسيتيلكولين والريسبتر مالته النيكوتينيك ريسبتر. وهسه هم راح نجي نحكي عن بشكل مدقق، يعني بشكل ادق، على النيورو ترانسميتر والريسبتر. اوتونوميك نيرفوس سيستم قسمناه الى قسمين. يعني طبعا حكينا عن انه لما يقول لك هاي العبارتين بوست جانجليونيك بري جانجليونيك، هذا انت يعني اعزل من عنده السوماتيك، جاي يحكي لك عن اوتونوميك، يا اما سيمباثيتيك يا اما باراسيمباثيتيك. وحكينا عن طرق الارتباطات اللي جاي يصير عندنا وشنو نوع البيبتايد ونيور ترانسميتر. هذا كلش مهم، خليني ارجع لكم اياه بصوره سريعه. اذا عندك هذا النيور ترانسميتر، هذا هو الاسترولين بالنسبه للسوماتيك نيرفو سيستم، وبالنسبة إلى الريسبتر مالته هو النيكوتينيك ريسبتر. هاي شغلتين من تيم اللي هو N1 يصحوله. هذا وين؟ بالسكيتر المصر بشكل عام. اجينا للسيمباثيتيك سيستم، لا السيمباثيتيك بالنسبة احنا قسمناه، اكو عندك بري جانجليونيك اللي هو قبل العقدة، وعندك البوست جانجليونيك. البري جانجليونيك راح نشوف انه النيورو ترانسميتر مالته فقط استلكولين، ولما هم نروح للباراسيمباثيتيك، الباراسيمباثيتيك هم نلقى نفس الحالة، هو فقط استيركولين. فلما يجيك السؤال all preganglionic neurons of the autonomic nervous system of the sympathetic of the parasympathetic، اي واحده من عندنا يختار، يقول لك preganglionic هو استيركولين، هنا انا صح. لكن لما يجيب لك يا ابنفرين او نور ابنفرين او اي نيورو ترانسميتر اخر كبريغانجليونيك، ها كبريغانجليونيك لا غلط. هذا ها ريسبتورات مالتها. نحكي عن البوست جانجليون، قلنا انه بالبوست جانجليونيك بالنسبه الى الباراسيمباثيتيك، الباراسيمباثيتيك ايضا فقط استيلكولين. لما يجيك السؤال all parasympathetic nervous system neurotransmitter are استيلكولين، صحيح، لانه هنا استيلكولين بالبري جانجليونيك، والبوست جانجليونيك هم استيلكولين، طبعا باختلاف الريسبتر، لانه هنا عندك N2 وهنا عندك الماسكرانيك ريسبتر. يريد يعني الباراسيمباثيتك ما عندك اي مشكله بيه. الباراسيمباثيتك قال لك النيورو ترانسميتر هو استيركولين، ريسبتر يا اما نيكوتينيك يا اما ماسكرانيك، سواء بالسموث مصل او بالجلاند، ما عندك مشكله بهالموضوع. زين، بينما عندك بالسيمباثيتك فقط البوست جانجليونيك راح يختلف عندك، بالسموث مصل وبالجلاند راح نلقاه شنو؟ راح نلقاه هو نور ابينفرين. وقلنا انه سواء قال لك، اذا قال لك هاي العباره ان اي هذا معناته نوري ابنفرين، اذا قال لك ان اي هذا نوري ادرينالين، وهو بالحالتين نفس المعنى، هي نفس الكلمه، هذاك الادرينالين يصيح له الابنفرين، النوري ابنفرين هو نفس النوري ادرينالين، هاي عباره متهيئه، لما سواء خلى لك اياها ان اي او ان اي نفس العباره. زين، فعندك اذا بوست جانجليونيك نيورون بالنسبه للسيمباثيتك هو يا اما استيلكولين او نوري ابنفرين حسب الاورجان. يعني لما يقول لك What is the type of the postganglionic neuron in a smooth muscle or gland؟ بهالحالة تقول له نوري ابنفرين. زين، إذا قال لك ها، إذا قال لك على ريسبترات مالته، شنو أنواع الريسبترات؟ هاي شغلة راح ناخذها وتحفظوها، يعني شغلة كلش بسيطة. أما إذا قال لك البوستجانجليونيك شنو نوع النيورو ترانسميتر مالته في السويتي جلاند، بالسويتي جلاند هو استيلكولين، وهذا ماسكرانيك ريسبتر والريسبتر مالته. زين، فهسه وراها اخذنا اخذنا شنو اخذنا بالله الاوتونوميك نيرفوس سيستم، حكينا عن انه ها، حكينا السوماتيك قلنا دائما فقط اكزيتاتوري، فقط تحفيز، دوره فقط تحفيز. اما الاوتونوميك نيرفوس سيستم فدوره انهبيتوري واكزيتاتوري بنفس الوقت، يعني اكو حالات تتطلب انه يصير في حاله اكزيتاتوري تحفيز، وحالات اخرى لا يسبب او يحتاج انه يثبط، فبالتالي راح يتغير عندك هذا العمل. أشوف أفتح الشات. زين، وراها وين وصلنا؟ وصلنا إلى الباراسيمباثيتك، حكينا عن السيمباثيتك والباراسيمباثيتك. طبعا أكو سؤال راح صراحة ظل بال يعني، وريد أنه يوضح عندكم هنا لما حكينا عن هذني وين بالله بس ثواني. حكينا عن السيمباثيتك سيستم، قلنا هذني الفسيولوجيكال افكت اوف ذا سيمباثيتك اكتيفيتي، يعني هذني اللي جاي يصير عندي في حالات
سمباثيتك، اشهر واحده بالسمباثيتك واللي هي لابد انه يصير ما منها يعني، انه يصير عنده تسارع بدقات القلب. هذا تسارع دقات القلب حتضخ الدم المؤكسج الى الاورجان، ويضخ الدم الغير مؤكسج الى اللنج الى الرئتين، حتصير عمليه تبادل ويرجع الى الدم المؤكسج. هاي الحاله لابد تصير. فلذلك لما اعتقد فرح سالتني انه ليش انه مثلا واحد يقولوا له طبعا ليش انه لما يتمشى مثلا يقولوا له قوم وعد الاكل روح اتمشى، ليش هاي نعتبرها سيمباثيتك او ليش ما نعتبرها سيمباثيتك؟ مو جاي يتحرك عند العضلات هنا ما جاي يصير عنده تسارع بدقات القلب لما جاي يتمشى، او ما عنده فد شيء خطر او فد شيء او ده على قولتهم يعني فايت اور فلايت، يعني ماكو فد شيء خوفه او يسبب عنده تسارع بدقات القلب او تسارع بالمعدل التنفس عنده، فهي تعتبر باراسمباتيك. يعني حتى اذا تمشيت هسه انا مو الا قاعد جاي اتمشى زين، هي يعني هيك مشي عادي ماكو طبيعي ما احتاج في الجهد كلش قوي، فبهاي الحاله تعتبر باراسمباتيك. في حال لا انا هذا المشي قبل بديت اركض بهالحاله راح تتحول الى سيمباثيتك، بهالحاله راح يبدا عندك حاله السيمباثيتك. بالباراسمباتيك يصير عندي حاله الدايجشن، بحاله السيمباثيتك بعد انت حتى لو الجوع ما راح تفكر او ما راح تقدر انه تفكر بالجوع، لانه انت يعني حالات خطره لربما حرب او مثل ما قلت لكم امبارح مثال، يعني انت جاي تفكر شلون تخلص روحك زين. فالباراسمباثيتك هو دوره يعني مو فقط يشمل على انه انت بس قاعد، بس انه ما جاي يصير عنده هذين المظاهر اللي حكينا عنها من تسارع دقات القلب، من تسارع معدل التنفس، من الى اخره. طبعا اكو حالات مرضيه يصير عنده مثلا واحد قاعد كل شيء ما عنده ويصير عنده تسارع بدقات القلب، او يصير عنده تسارع معدل التنفس مثل حالات الافراط بافرازات الغده الدرقيه اللي هي الهايبرثايرويدزم زين. هاي الحاله راح تسبب عنده تسارع بدقات القلب وتسارع بالغده، وهي حاله مرضيه احنا ما جاي نحكي عنها، جاي نحكي عن الشيء الطبيعي يعني الانسان زين. سيمباثيتك والبارا سيمباثيتك حكينا عنهن وحكينا عن انواعهن، وصلنا اخيرا الى النيور ترانسميتر، وهنا اريد فكركم وياي. هاي الموضوع كلش مهم مو بس الامتحان باكر، انما حتى بكل شغلنا، كل شغل الصيادله مجاميع راح يشوفوها بالادويه. مثلا هو يمكن سامعين بادويه القلب او ادويه الضغط مثل الانجيوتنسين ريسبتور بلوكر او انجيوتنسين ريسبتور بلوكر، هذا شنو الدواء لابد انه نعرفه. اكو ادويه بالضغط مثلا بيتا ريسبتور بلوكر، هذني ادويه لابد انه انت حتى تعرف شنو معناته، جاي شلون جاي تشتغل من اسمها، يعني هو من اسمها راح تعرف الميكانيزم مالتها. فبهالحاله لابد انه تركز بهالمواد اللي راح احكي هسه وهالمعلومات، وراح ابسط لكم اياها بشكل بسيط كلش. احنا اخذنا البارحه السينابسيس، يعني كشي بسيط انا حضرت لكم مش كم رسمه اللي تفيدنا، يعني هذا رسم. احنا قلنا انه منطقة انتقال الإعاز العصبية راح تكون من الخلية العصبية الاولى الى الخلية العصبية الثانية من خلال الاكزون. اول شيء ينتقل يجي من الدندرايتس مال الخلية العصبية، يمر بالسيل بادي مال الخلية العصبية الاولى، ومن الاكزون راح يرتبط بدندرايتس مال الخلية العصبية الثانية، فيصير الانتقال العصبي من اكزون مال الخلية العصبية الاولى الى الدندرايتس مال الخلية العصبية الثانية بمنطقة تدعى، هاي كلها سميناها بمنطقة السينابسيس. هاي المنطقة كلها سميناها منطقة، يعني هاي كلها الوصلة العصبية سحولها السينابسيس. هاي المنطقة اللي قبل السينابسيس سميناها بالبري سينابسيس اللي من عدها هاي أو يتمثل طبعا نهاية الأكزون، الأكزون تيرمينال اللي من عدها راح يتحرر عندي النيورو ترانسميتر وينتقل يرتبط بهاي الريسبترات. هذا ريسبتر كل هذه الريسبترات عبارة عن كراسي يقعد عليها النيورون ترانسميتر، وبالتالي راح يرجع مرة ثانية لإعاز العصبي يتولد ويطلع بهذا الاتجاه يكمل. طبعا هاي قلنا عنها شنو، هاي البوست ساينابتيك سيل أو تيرمينال، وطبعا هاي تعتبر شنو، هاي بداية الدندرايتس مال الخلية العصبية الثانية، باعتبار أنه هاي تعتبر الـ يعني نهاية الأكزون. هاي تعتبر بداية نهاية الأكزون، طبعا الخلية العصبية الأولى هاي تعتبر بداية الأكزون للخلية العصبية الثانية. فهذين شغلات أساسية احنا هسه شو راح نحكي عن، يعني حتى تكون واضحة عندكم، راح نحكي عن هذين أول شيء عن النيورو ترانسميتر. طبعا عندنا أنواع بهن الأستيلكولين والإبنفرين والنور إبنفرين
والنيوروبيبتايد، وراح نحكي عن الريسبتورات. هاي الريسبتورات راح نحكي عن هذين الريسبتورات. زين، فبهالحاله طبعا راح نجي نحكي عن انواع الريسبتورات، وراح نحكي عن النيورو ترانسميتر. كل نيورو ترانسميتر بشكل اساسي راح يكون له فد ريسبتور خاص بي. ليش له فد ريسبتور خاص بي؟ اكو فد رسم شفته يعني فشي حلو يفيدكم حتى تفهمون هالفكره. ليش انه احنا كل وحده ليش ما يرتبط مثلا بيتاول؟ شوفوا هاي الاشكال، اعتبروا هذا نيورو ترانسميتر. كل ريسبتور له فد شكل معين يستقبل به هذا الريسبتور. يعني هنا مثلا هاي المثلث مستحيل انه تجي تقعد هنا بهذا المكان المخصص الدائره، مستحيل. بنفس الوقت هذا المكان الريسبتور اللي هو خاص بالشكل المثلث مستحيل انه تجي دائره تقعد بهالمكان وتسد الفراغ، هاي الشيء غلط. فلذلك لكل نيورو ترانسميتر الى ريسبتور خاص به. ليش هذا الريسبتور؟ طبعا هي الاسباب كيميائيه، بس حتى شيء توضيحي انتم اعرفوا انه كل نيورو ترانسميتر عندي سواء استركولين او ابنفرين او نور ابنفرين، كل واحد من عندن له شكل خاص بي. شوفه مثلث، مستطيل، دائره، اسطوانه، والريسبتور مالته مهيئ. يعني هو مكان اللي هذا الكرسي المخصص له هو مناسب الشكله، ما ممكن انه يجي مثلا استركولين ويقعد على ريسبتورات النور ابنفرين او الابنفرين ابدا، ولا العكس، ما ممكن انه الابنفرين او النور ابنفرين راح تيجي تقعد لنا على الكولينرجيك ريسبتور اللي هي ريسبتورات الاستركولين. فهاي الشغله منتهي منها. طبعا هو هنا راح ينتقل عندي ويدخل الى داخل الخلية العصبية، راح يتولد عندي هنا اكشن بوتنشال ويعبر مرة ثانية ويكمل طريقة وصولا الى الاورجان او رجوعا الى السي ان اس سواء سبينال كورد او البرين. زين، نكمل يعني بدينا بارحة بي. The two most common neurotransmitter release، اهم اثنين موجودات عندي هو الاستلكولين والنوربينفرين. وفي بس القلب وفي مواضع معينه عندك ايضا الابنفرين اللي هو الادرينالين نفسه. النيورو ترانسميتر وين يتكون عندي؟ ار سينثيسيس ان ذا اكزون تيرمينال اند ستورد ان ذا فيزل فور ذا سبسيكوينت ريليس. هاي العباره خلي اشرح لكم اياها هسه وبعدين هم راح نرجع مره ثانيه نقولها. نرجع لهذاك الرسم. النيورو ترانسميتر وين جاي يتكون عندي؟ النيورو ترانسميتر جاي يتكون عندي بهذا المكان. الوصلات العصبية أو النواقل العصبية هي جاي تتكون عندي هنا، هذا منطقة الأكزون تيرمينال، منطقة نهاية الأكزون، تتكون عندي وتنخزش. شوف هسه هذا عبارة عن مكان مخصص، هذا مخزن كامل للنيورو ترانسميتر وهذا مخزن ثاني للنيورو ترانسميتر. لذلك هسه راح نجي نشوف بالكتابة راح يقولك أنه مثلا الأستلكولين مثلا stored in the synaptic cleft in the synaptic cleft، هاي المنطقة بهاي المنطقة جاي يتخزن عندنا. وراها لمن يحتاج الجسم راح يحرره بهذه الطريقة وينتقل مباشرة إلى الريسبتور الخاص بي. فهنا إنه النيورو ترانسميتر بصورة عامة جاي يصير عندي أو يتكون عندي بالأكزون تيرمينال. زين. فيعني ينخزن بهذين، طبعا هذين هن الفيزل، هذين هن الفيزل. لما يقول لك فيزل هذين الفيزل، هذين هاي فيزل وهذا فيزل، هيك. فراغات أو أوعية خاصة بالخزن مانو، عفوا. زين، هسه ايش راح نجي؟ طبعا هنا قلنا انه الفايبرز النير فايبرز الخلايا العصبية اللي تحرر الاستلكولين شو يعتبروها؟ يعتبروها كولينيرجيك فايبرز. بينما الخلايا العصبية اللي تحرر النوربينفرين شو يعتبروها؟ يسموها بالادرينيرجيك فايبرز. ونفس الحالة خلي اسبق الاحداث حتى تحفظوها بصورة عامة. الخلايا العصبية اللي تحرر الأستلكولين يصيحوا له كولينيرجيك فايبرز، والريسبتورات اللي تستقبل الأستلكولين هم يسموها كولينيرجيك ريسبتور، هم يسموها كولينيرجيك ريسبتور وهي نوعين. الخلايا اللي تحرر للنوربينفرين والإبنفرين يصيحوا له بالأدرينيرجيك فايبرز، ونفس الحالة الريسبتورات اللي راح يقعد عليها النوربينفرين أو الإبنفرين راح يسموها بالأدرينيرجيك ريسبتور، وهي أربعة أنواع: بيتا 1 بيتا 2 ألفا 1 ألفا 1. Must sympathetic post ganglionic fibers release norepinephrine. هاي عبارة مهمة وشغلة يعني شغلة استنتاجية بالموضوع، أنه عندك هذا post synaptic، ها هنا sympathetic، هذا sympathetic must يعني مو كلهن. لمن هاي العبارة مثلا هاي must يحذف لك إياها أو يجيب لك شيء يقول لك all sympathetic post ganglionic fibers release norepinephrine.
بلا خلينا نشوفكم ترو لو فولس. اذا قال لك all sympathetic post ganglion fibers release يعني صح لو خطا نور ابينفري. اذا قال لك all مو must. تمام خطا. ليش؟ لانه هو جاي يقول لك must. هنا انا عندي قدامك النور ابينفرين ايضا موجود. انا يعني اسمحكم ثواني وارجع لكم، بس ثواني وارجع لكم. آسف كلش. المهم الفورس صحيح. ليش؟ لأنه هو جاي يقول لك شوفوا إيش قدامكم، هذا سيمباثيتك، هذا بوست سيمباثيتك، هذا الجزء هو البوست جانجليونيك. البوست جانجليونيك شنو عندك؟ خلينا شوي أعدل سهماتي. البوست جانجليونيك أكو حسب البلاد فيزل، حسب البلاد فيزل والهارت اثنيناتهم نور إبنفرين أو نور إدرنالين، بينما عندك بالسويت جلاند استرالكولين. فلما تجيك العباره all sympathetic post ganglionic fibers release norepinephrine هنا غلط راح يصير. لكن اذا قال لك must ايه الغالبيه، ليش هسه قدامك الغالبيه؟ عندك بس السويت جلاند استرالكولين، بينما هناك فوق لو نرجع او هنا نفس الحاله البلاد فيزل الهارت هو قال فوق. اذا ترجعوا المخطط مكتوب عندكم سموث مسل و اعتقد سليفري جلاند او ما اعرف شنو مكتوب فوق، سموث مصل. المهم جلاندات وسموث مصل، يعني اذا قال سموث مصل يعني شكو عضو عندنا الجدار مالته سموث مصل، راح يكون النيور ترانسميتر مالته هو نوري ادرينالين او نوري ابنفري. زين اجاك هسه هنا هم عندكم هذا السيمباثيتك. هسه بالنسبه للادرينال ميديولا هو فقط السيركولين، فقط السيركولين بالنسبه للادرينال ميديولا. بالمقابل لو قال لك all parasympathetic، هم انتم ركزوا وياي على عباره، انا راح اعطيكم كم عبارات حتى تفهموا هالشغله، يعني اشوف انه انتم فاهميها او لا. All parasympathetic neurotransmitter are acetylcholine. True or false؟ or خطا لو صح نفس الشيء. بس مو واحد يغش على الثاني حسب فهمك انت. محمد جبولي وينك؟ جاوب محمد جبولي. ها ما جبت محمد جبولي. اي بوست والبيبي ثناتين. صوتي قطع، خاف النت يمك ضعيف. طلاب الصوت واضح؟ ها تتغشيش؟ ها شو كيف صارت؟ زين قال لك هاي العبارة انتبهوا لها. All sympathetic post ganglionic fibers، عفوا all sympathetic pre ganglionic fibers release acetylcholine. هو بالبري شنو بري؟ ها دائما اشتايل البوست هم دائما اشتايل، بس ثواني بالبري سينابتيك اشتايل كولين. اي بالنسبه الى سمباثيتك بري جانجليونيك هو دائما اشتايل كولين، ودائما الكولينرجيك مات الريسبتر مات وكولينرجيك ريسبتر. محمد جبوري all sympathetic بري جانجليونيك فايبرز ار اشتايل كولين. البري دائما مضبوط. البري سواء باراسيمباثيتك سيمباثيتك، قال لك باراسيمباثيتك او سيمباثيتك بكل الاحوال سيركولين. ما قال لك شيء، قال لك all
اذا يجي يعطيها بعد كل صعبه هو ما يصل لمرحله صلاحيته، بس يعني يفرض انه قال لك all pre-ganglionic fibers in the body are still. هنا انا حكيت بريجانجليونيك، اول شيء لما قلت بريجانجليونيك انت هاي تفهم انه هذا اوتونوم نيرف سيستم، ما تحكي بالسوماتيك. قال لك استركولين صحيح، لانه انت عندك البارا والسيمباثيتك كلين استركولين. All parasympathetic fibers both ganglionic preganglionic استركولين. لا قال لك all parasympathetic both ganglionic preganglionic are norepinephrine or adrenaline. غلط. All parasympathetic system neurotransmitter are neuropeptide. كلها فورس. فهاي الحالات لابد انه تركز بالعبارة. كلش مهمة انه تفهم ما شاء الله حتى تخلص بعد من الاسئلة اللي ممكن انه تجيك. Approximately 20% of the hormonal output of the adrenal medulla is norepinephrine. هي النيوروترانسميتر بالغالب هي مواد هي عبارة عن هرمونات، بالغالب هي هرمونات، يعني أغلب بهن هي هرمونات. يقول لك 20% من إفرازات الأدرينال مديولا اللي هي الأدرينال مديولا هاي الغدة الكظرية الموجودة فوق الكلية هي نوريبينفرين. الريمايننج مالتها هي إبنفرين، اللي يعني شنو؟ يعني عندك 20% هو نوري أدرينالين و80% هو أدرينالين. عندك ترو بوست جانجليونيك نيورون، على العكس من البوست جانجليونيك نيورون زين، ان ذا سيمباثيتك سيستم ذا ادرينال ميدولا كونتين انزايم ذات ميثيليت نوري ابينفرين تو فورم ابينفرين. على العكس منه، يعني شنو هنا عندك الادرينال ميدولا بصوره عامه هي تنتج لي 20% نوري ابينفرين و80 يعني الجزء الاكبر هي جاي تنتج لي ابينفرين ادرينالين، وهي اسمها من اسمها ادرينال ميدولا زين. على عكس البوست جانجليونيك بالسيمباثيتك سيستم، هنا الادرينال ميدولا شو تسوي؟ تنتج النوري بنفرين بشكل اكبر وتسوي له عمليه حاويه على انزيم معين، شو يسوي؟ يسوي لي ميثيليت، يسوي لي عمليه ميثيليت يعني اضافه مثل الى النوري بنفرين، مجموعه مثل اللي هو سي اتش 3 يضيفها الى انه الابنفرين. وبهالحاله راح نربطها هسه تبعا اكو واحده من الشغلات راح اذكركم هاي العباره، ذكروها انه الادرينال ميدولا بالسمباثيتك سيستم حاولت على انزيم يحول لي النوربينفرين الى ابنفرين، يسوي له ميثيليت ويحوله الى ابنفرين. The synthesis of the epinephrine also known adrenaline. ها شوفوا هسه هذا الابنفرين نفسه يسمونه ادرينالين، نوربينفرين نوري ادرينالين. Is enhanced under condition of the stress. الأدرينالين على عكس من النوربينفرين، أو بسرعة ما الأدرينالين يطلع عندي تحت يعني ظروف الإجهاض، ظروف الخوف. دائما أكو بعض يعني الدراسات تقول لك أنه مثلا إذا شخص مثلا جاي يركض وراء فد عدو، أو جاي يركض وراء فد شيء خطر، أو على قولة البارحة أجلكم الله فد يركض وراء فد واحد يعني فد شلب، إذا شاف يعني يفرز عنده الأدرينالين بشكل مو طبيعي، يزيد ضربات القلب عنده بحيث يوصل الدرجة أنه إذا مثلا حائط قدامه طوله متره مثلا أو أكثر من متره يقدر يطفره طفرة واحدة، يعني طفرة واحدة وعبره لهالدرجة، يعني لأنه مادة الأدرينالين تنفرز عنده بشكل كلش كبير في حالات الخوف وفي حالات السترس الإجهاد اللي جاي يصير عليه. زين، these two hormones released by the adrenal medulla are collectively referred كاتيكولامين. شنو هالكاتيكولامين؟ هاي العبارة هي حاصل الكاتيكولامين، هي حاصل النوربينفرين وعفوا الابنفرين والنوربينفرين. الكاتيكولامين هذين مو الهرمونات، الادرينالين والنورادرينالين او الابنفرين والنوربينفرين، اثنيناتهم يسموهم كاتيكولامين. زين، هاي الكاتيكولامين لما يقول لك شنو عبارة يعني لما يقول لك كاتيكولامين هو النوربينفرين والابنفرين. زين، الابنفرين ادرينالين والعكس من الادرينالين هو النوري ادرينالين. شوف هسه هذا ما دام قال نوري ادرينالين اذا الرمز ما راح يكون ان اي، اذا قال لك نوري ابنفرين هو ان اي، واثنينات نفس الشيء، هذا هو نفسه هذا، بس الاختلاف انه قال لك ادرينالين او ابنفرين، ها لا اكثر ولا اقل. زين، هسه هنا عندك نرجع شوي للرسم. اجى الترانسميتر اكو فد اعاز عصبي، نيورو ترانسميتر اجى قاعد على الريسبتر،
سد الريسبتر وقعد. خلص الإيعاز العصبي، تكون عندي اكشن بوتنشال وراح باتجاهه وكمل ضربه في سبيله، في سبيل انه يوصل الى الموضوع اللي يعني الاورجان اللي إيعاز او سنسري، راح حال سبيله. زين زين، هذا النيورو ترانسميتر كونفورم يظل بالريسبتر، يعني انه اكو ريسبترات محدده موجوده عندي لكل عدد معين، خو ما يظل قاعد هنا، لابد انه نتخلص من عنده، او لابد انه الجسم يتخلص من عنده. فشلون يتخلص من عنده؟ هذا المصطلح يسمونه، او هذا الموضوع يسمونه بال termination of the neurotransmitter activity. شلون ممكن انه بعد ينتهي النشاط مال نيوروترانسميتر؟ وصل رسالته، هو مرسال، وصل الرساله الى صاحبها، بعد هنا يكون ينتهي. شلون ينتهي؟ for any substance to serve effectively. ممكن تعيد القبله شنو؟ ها تمام. هذا عندكم انتاج الادرينال ميدولا، الادرينالين والنور ابنفرين هي هرمونات، اغلب النيورو ترانسميتر هي هرمونات، الاستركولين هرمون، الهستامين هرمون، كل يعني اغلب النيورو ترانسميتر هي عباره عن هرمونات. هاي الهرمونات تنفرز من مدام هرمون نحشي، اذا غدد اللي يفرز عندك الغدد هو الادرينال ميدولا، الادرينال ميدولا. ايش قد النسبه مالته؟ النسبه مالته تكون 80% ابنفرين. خل اخذكم الهاي الشخابيط، ما بيها الصبورة كنا نمسحها، لا نطول هيك. المهم يعني هسه يعني اضرب على الشخابيط، الريمايننج 80% ابنفرين، يعني تقريبا 80% هو ابنفرين، و20% من افرازات الادرينالين هو النوري ابنفرين. على عكس بالبوست جانجليونيك نيورون، ها ليش يقول لك على عكس البوست جانجليونيك نيورون السمباثيتك؟ قلنا انه السمباثيتك البوست جانجليونيك اغلب النيورون ترانسميتر مالته شنو؟ هسه نصعد فوق شويه، اغلب النيورو هسه شنو هنا عندك؟ نوري ادرينالين او نوري ابنفرين، هذا البوست جانجليونيك مال سمباثيتك. اغلب النيورو ترانسميتر مالته هو نوري ابنفرين او نوري ادرينالين. على عكس الادرينال ميديولا اللي شو يكون؟ يكون الافراز مالته 80% ابنفرين و20% نور ابنفرين. لكن هنا شو يصير عندك؟ يصير عندك انه الادرينال ميديولا حاوي على انزيم معين، حاوي على انزيم معين، شو يسوي لهذا؟ يسوي لي ميثيليت، يسوي لي عملية إضافة للنور ابنفرين لحتى يكون لي الابنفرين، طبعا لسبب معين أو لغاية معينة راح نحكيها بعد بالصفحات الجاية. The synthesis of the epinephrine، تكوين الابنفرين شو راح يكون؟ راح يكون طبعا وين يتج تحت يا ظروف؟ تحت ظروف الـ under condition of the stress. يعني لما يجيك السؤال يقول لك the synthesis of the epinephrine are in the condition of the rest، تحت ظروف الراحة، صح لو لا؟ خطأ، لا فقط بالسترس، under condition of the stress. وهي شغلات يعني شغلات كلش معروفة. زين هذين الهرمونات اثنيناتين يسموهن بالكاتيكولامين، يعني الحاصل جمع او حاصل النور ابنفرين والابنفرين لما نريد نسميهن تسمية جماعية نسميهن بالكاتيكولامين، اللي هو شوف هسه هذا جاي يقول لك هن عبارة عن ابنفرين، اي بي اختصار ابنفرين، ان اي اختصار نور ابنفرين. زين هو هنا قال لك يعني الابنفرين هو نفسه يساوي الادرينالين، والادرينالين عكس من عنده هو النور ادرينالين اللي هو الان اي. هنا نفس العبارة، الابنفرين هو نفسه يساوينا الابي نفرين، شوف او عفوا النور ابنفرين اللي عكس من عنده هو النور ابنفرين. زين واضحة؟ وضحت حسين؟ حسنين. مهم اقول لكم هاي واضحة، مو مال الدكتور يعني، بس اللي يساوي. تمام اللي يساوي شنو؟ هاي اللي يساوي طبعا هي هذا بيها شوية نوع من الخطأ يعني، بس هي بسرعة عامة. هسا اكتب لك اياها اني ثواني، يعني هنا هاي شوف لي هاي الادرينالين
اي هاي ما اعرف ليش هيك كاتبه صراحه، هي غلط، انه لانه هي الادرينالين، الادرينالين خلي اكتبها بس السبيلنج مالتها. الادرينالين هو نفسه يعني العكس مالته، العكس مالته هو النور ادرينالين. هسه احتمال هو جاي يقصد هيك، يعني يقول لك انه الادرينالين، ادرينالين هاي نور ادرينالين، نور ادرينالين نفس هذا الادرينالين هو نقدر شو نسميه، خلي اكتب لكم اياها هنا مره ثانيه. الادرينالين هو نفسه النور ابنفرين، هو يساوي الابنفرين، عفوا ابنفرين، ابنفرين يعني اختصارا هذا شو يسمونه، هذا اختصاره هو الاي بي. واضح عندكم الكتابه؟ ايه المفروض هيك صح، هو هذا المفروض هيك، بس ما اعرف ليش هو صراحه كاتب هيك. هاي النور ادرينالين، بينما عندك العكس من عندها، يا هي الادرينالين العكس مالته هو النوري ادرينالين، نوري ادرينالين. النوري ادرينالين هو نفسه النوري ابنفرين، نوري ابنفرين، نوري ابنفرين. زين بس خل شوية يعني انت وضحت عندكم النور ادرينالين. هسه هو هذا النور ادرينالين شنو اسمه الثاني؟ نور ادرينالين الرمز مالته هو ال ان اي. النور ابنفرين الاختصار مالته، النور نور ابنفرين جوا اختصاره هو ال ان اي. الكاتيكولامين ناتج جمع، يا اما اقول ادرينالين زائد نور ادرينالين، او اقول حاصل جمع ابنفرين زائد نور ابنفرين. هذا الشيء صراحه هو اللي فاهمه واللي واضح يعني بالكلام هذا، بس انه هذا شنو اللي يساوي ما اعرفه صراحه، او هي انا اغلب شيء اشوف انه غلط هي، لانه ماكو فد شيء يعني يدل عليها. زين فاذا 20 اخيك ثواني حسين يحيى النت فصل، تقدر تعيد من 20% اخي. تمام خوش، طبعا ولو هي صارت شويه صارت شخابيط يعني خليها اعيد لك اياها. تشون والله امسيه. ايه فال 20% تقريبا من انتاجات الادرينال ميديولا. الادرينالين وقلت لكم عايده المره الثانيه يعني انه الهرمونات النيورو ترانسميتر اغلبها هي عباره عن هرمونات، سواء الكاتيكولامين اللي تنتج في مكان معين ويعني من خلايا معينه، وال النوري شوف هذا ايه، والنور ابنفرين، والابنفرين هذين هرمونات. من اللي ينتجن؟ ينتجن ادرينال ميدولا. ايش قد نسبه انتاجه؟ انتاجه 20% من الادرينال ميدولا هو عباره عن ادرينالين، يعني عباره عن نور ابنفرين او ادرينالين. و80% من عنده هو عباره، عفوا 20% من عنده نور ابنفرين او نور ادرينالين، و80% من عنده هو ابنفرين او ادرينالين. على عكس انه شنو البوست جانجليونيك نيورون بالسمباثيتك سيستم، احنا ايش قلنا اغلب ماست اوف ذا بوست جانجليونيك نيورون ان ذا سمباثيتك سيستم ريليز نوري ابنفرين، على عكسها لذلك يكون يعتبر على عكسها، يعني الادرينال ميديولا النسبه الاكبر بها الابنفرين، بس بالبوست جانجليونيك نيورون جاي شنو جاي يصير انتاج وتحرير عفوا للنوري ابنفرين بشكل اكبر. الادرينال ميديولا حاويه على انزيم، هذا الانزيم شو يسوي؟ يسوي له ميثيليت، يضيف مثل جروب فور ذا نور ابنفرين تو فورم ابنفرين. انتاج الابنفرين طبعا شلون يكون، او نفس اللي يسمونه الادرينالين، يكون تحت الضغط، تحت ضغط، تحت ظروف الضغط والاجهاد والخوف والى اخره. زين الكاتيكولامين، الكاتيكولامين هو ناتج جمع او هو عباره عن مسمى للنور ابنفرين والابنفرين، اثنين يصيحون بالكاتيكولامين.
زين، فهذا بالنسبه للي يساوي صراحه اني اعتبر هذا الجزء غلط، بس تقدرون يعني اذا تحبون عفوا تشيلون دكتور فاضل عليها. هذا الشيء صحيح، انا بالنسبه لي هذا الشيء صحيح. نوري ابنفرين هو نفس الادرينالين، مثل ما انه النوري ابنفرين عفوا ابنفرين هو الادرينالين، والنوري ابنفرين هو نفس النوري ادرينالين، بس انه هو هل يساوي هذا؟ شنو معناته يساوي؟ ما اعرفه صراحه، واشوف انا غلط يعني. المهم هاي بالنسبه لهذا. هسه شلون نخلص من النيورو ترانسميتر؟ شلون ممكن نتخلص من النيورو ترانسميتر صار عندنا؟ For any substance to serve effectively as a neurotransmitter, أي substance، أي مادة إحنا جاي نستخدمها على شكل ناقل عصبي، it must be rapidly unactivated، لابد يصير لها تعطيل ورا ما تكمل شغلها، or removed from the synapses، من منطقة الوصل العصبية. This is necessary to in order to allow new signals، هاي جدا مهمة حتى يسمح لي بالnew signals to get through and influence effector tissue function. لابد انه هاي تصير كلش مهمه بشكل معين حتى انه تسمح لبقيه الاشارات العصبيه. احنا الجسم ما راح يتوقف على اشاره عصبيه، هاي الوصله السينابسز راح تمر بيها مليارات، ما اعرف ايش قد العدد، فد كذا عدد معين او كلش كبير من الـ هذا الوصلات العصبيه او الاوامر العصبيه باليوم الواحد بس او بالساعه الواحده. فلابد انه هذا السينابسز ورا ما يكمل شغل هذا النيورو ترانسميتر يؤدي الدور اللي عليه لابد يتخلص من عنده. And may be terminated by three mechanisms. طريقة الانهاء اكو ثلاث ميكانيزم، اكو ثلاث ميكانيكيات بالجسم بطريقة الانهاء. اما يسووا لها diffusion out of the synapses. Diffusion يعني شنو معناته؟ معناته انه يصير له انتشار. يعني كأنما شلون اقول لكم انه هو هنا هنا نرجع. يعني هنا مو هسه هذا على النيورو ترانسميتر هذا، بس خلي بالاحمر حتى هنا عندكم هذا النيورو ترانسميتر قاعد على هذا الريسبتور، شو يصير له؟ ديفيوجن اوت اوف ذا سينابسز، يعني هنا راح ينتشر واحده بالهواء ويروح ويطلع وينتهي الموضوع، يعتبر طبعا هو ويست برودكت ويطلع بطريقه معينه من الجسم، بس ينتشر يعني يطلع يعوف هذا الريسبتور. هاي طريقه. الطريقه الثانيه انزيماتيك ديجريديشن، راح يجي يشتغل انزيم على هذا النيورو ترانسميتر موجود عندي هنا يفككه ويحلله الى مواد طبيعيه مثل ما راح نجي نشوف هسه. وعندكم الطريقه الثالثه هو الري ابتيك انتو ذا نيورون، هي نفس الخليه العصبيه ايش راح يسوي له؟ راح هاي هذا كله بعدنا احنا بنجي نحكي عن خلايا عصبيه، بعدنا هاي منطقه خلايا عصبيه. فالخليه العصبيه ايش تسوي له؟ تسوي له اعاده امتصاص، ري ابتيك، راح تجي تعيد امتصاصه وتستفاد من عنده كمواد معينة، أما بإنتاج النيورو ترانسميتر الأخرى أو بصورة عامة يعني بأداء وظيفتها. فهذين ثلاث طرق، يا أما يصير له diffusion out، يا أما يصير له enzymatic degradation تهديم أو تحلل من خلال إنزيمات معينة، أو يصير له re-uptake راح يصير له امتصاص بالنيور نفسه بالخلية العصبية. زين هسه راح نيجي نحكي عن يا هي الانزيماتيك أو البرايمري، راح نحكي عن البرايمري ميكانيزم، الطريقه او الميكانيكيه الاساسيه الموجوده عندي للكولينرجيك سينابسز. كولينرجيك سينابسز شنو الكولينرجيك سينابسز؟ شكو شيء ما دام قال لك كولينرجيك يعني تعرف انه النيور ترانسميتر هو الاسترولكولين، قال لك كولينرجيك ريسبتور النيور ترانسميتر استرولكولين، قال لك كولينرجيك نيورون معناته هذا جاي يستخدم استرولكولين. الكولينرجيك هاي العباره المفروض انه توحي لكم انه هذا استرولكولين. فلما يقول لك الكولينرجيك سينابسز يعني الوصله العصبيه اللي جاي ينتقل بها يا نيورو ترانسميتر الاسترولكولين. البرايمري الشكل او الميكانيكيه الاساسيه للتخلص من الاسترولكولين هو الانزيماتيك ديجريديشن بطريقه التحلل بطريقه الانزيم باستخدام الانزيم تحلل بطريقه باستخدام الانزيم. مثلا شنو اسم الانزيم؟ هذا اسمه استرولكولينستريسز هيدرولايسيس، هذا اسم الانزيم استرولكولين. طبعا هيدرولايسيس هو اسمه هذا استرولكولينستريسز. شوف دائما هاي العباره كولين هاي المقطع هذا السفكس الاخير الريز الاستريز دائما هاي يوحي لكم انه تحلل، وهاي راح يجيكم بعدين بالفلسفه هواي شكو شيء نهايته اي ار اي اس
كماده معينه، هذا معناته انزيم حتى اذا ما قلت انزيم. بس شوفوا استل كولين استريسز، استل كولين استريسز معناته شنو؟ استريز معناته انه هذا يسوي لنا تحلل فور ذا استل كولين تو اتس كومبوننت، راح يحللها الى مواد الاساسيه اللي هي الكولين والاسيتيت. It is one of the fastest acting enzyme in the body and acetylcholine removal less than 1 millisecond. كلش سريعة هاي الطريقة، يعني انه الاسيتيلكولين راح بجزء واحد من الثانية راح يصير له removal من البودي او removal من اليورين، وبالتالي تخلص من عنده الريسبتور مالته. The most important mechanism for the removal، هذا بالنسبة لمن؟ لما يقول لك what is the primary mechanism for the cholinergic or for the acetylcholine or for the cholinergic receptor. شنو primary mechanism or what is the primary mechanism for the termination of the acetylcholine؟ تقول له يا ترى هو الانزيماتيك degradation من خلال الاستيلكولين ستريسز. الطريقة الثانية بالنسبة إلى النور إبنفرين والإبنفرين أو نور إبنفرين. The most important mechanism for the removal of the نور إبنفرين from the neuro effector من ال junction من ال يعني synapses نفسه هو ال uptake is the uptake of the this neurotransmitter into sympathetic nerve and that release it. بعدين ها راح يصير له امتصاصية بالخلايا العصبية، نفس الخلايا العصبية اللي اتصل بها أو اللي نقل من عدد الإعاز العصبي أو اللي استلمت الإعاز العصبي من خلاله راح تسوي له امتصاص أو إعادة امتصاص. فهسه بالنسبة الى البرايمري ميكانيزم فور ذا كولينرجيك هو الانزيماتيك ديجريشن من خلال الاستل كولين ستريسز. بالنسبه الى النور ابينفرين او النور ابينفرين اثنيناتين نيورو افكتر جنكشن راح يصير له راح يصير له ابتيك من خلال النيورو ترانسميتر بالسمباثيتك نيرف. هاي بالنسبه الى النور ابينفرين. زين نور ابن نور ابينفرين نعم النور ابينفرين may then be metabolized interneurally by the monoamine oxidase. ممكن انه ايضا اضافة الى انه ممكن يصير لعادة امتصاص، ممكن انه اكو انزيم الى خاص به. شوف هاي نفس العبارة oxidase. هذا الانزيم ايضا راح يسوي له شنو؟ ميتابولايز راح يسوي له عملية تحلل ايضي وداخل الاعصاب من خلال هذا الانزيم، وبالتالي يتخلص من عنده. فهسه بالنسبة الى الاستيلكولين طريقة واحدة، النور ابنفرين طريقتين، يا اما ابتيك من خلال النيورون يا اما يصير له ميتابولايز انتر نيورالي داخل الاعصاب من خلال هذا الام اي او. وانتبهوا لي على الاختصارات هو يعني بحالات معينه كان الدكتور فاضل يجيبها خاصه بالكيسات او كذا، يعني حتى يعني شوي صعب الموضوع، اللي ما حافظ الرمز او الاختصار ما راح يفهمه. زين ذا سيركوليتنج كاتيكولامين، الكاتيكولامين بس يقول لك كاتيكولامين انت بعد عرفته انه نور ابينفرين وابينفرين ار ان اكتيفيتد، يعني بشكل كولكتيفلي بشكل يعني مجموعه اثنين كاتيكولامين ونور ابينفرين ان اكتيفيتد باي كاتيكول او مثل ترانسفريز. هذا الكوميت اسمه معروف كلش، الكوميت اسمه عند الليفر، بالليفر اللي هي مكان المواد اللي يعني اللي الجسم اللي يحاول يتخلص من عدها. بهالمكان لما يوصل للنوريبينفرين او الكاتيكولامين بسرعه عامه اللي هو نوريبينفرين والابينفرين راح يصير له ان اكتيفيتد، يتعطل وترمينيشن مالته من خلال هذا الانزيم اللي هو كاتيكولامين. حفظوه كومت. The duration of the activity of the catecholamine is significantly longer than neurally release of the norepinephrine. هنا بشكل جمعي انه الديوريشن وقت العمل او وقت مده التصريف مال او النشاط مال الكاتيكولامين اللي هو النورابينفرين والابينفرين تكون اكثر من كون يعني من النيورالي ريليز اوف ذا من اكثر نشاط او اكثر طولا من عمليه تحرير وعمليه النشاط مال النورابينفرين كشكل يعني واحده. راح نشوف انه الكاتيكولامين النشاط مالته راح يكون اطول مده من النور ابنفرين او الاكتيفيتي مالته وحتى ريليز مالته. لما يقول لك ريليز هو نفس الاكتيفيتي مالته، لان هو لما راح يتحرر راح يكون الى عمليه يعني اكتيفيتي معين وبعدين يتخلص من عدد الجسم.
فهاي الميكانيزم للطرق او يعني طرق التغير او التغيير. فهنا أنا هاي شغلات اكو، يعني اكو شغلات ما فهمتوها بالنيورو ترانسميتر، راح نبلش بالريسبتر. احنا هسه كملنا النيورو ترانسميتر، اكو شغلات ما واضحه عندكم منا واضح. محمد جبوري واضح، محمد جبوري هو ما راح تتغدى. فهاي كلش مهمة تعرفوها، لأنه هم راح نجي نربطها بالريسبتورات ونعرف شنو الريسبتورات. راح نبلش بالريسبتورات. محمد جبوري موجود؟ محمد جبوري هذا خاين راح. ايه ريسبتورات اوف ذا اوتونوميك نيرفس اوف ذا اوتونوميك نيورو ترانسميتر. نايم ايه، لا راح يتغدى هسه، وانا على مود لا راح يقرا ولا راح يتابع وياي. وبعدين هذا حصل درجه مزه بالامتحان، صار اسبوع كامل يبكي. زين الكولينرجيك نيرف فايبرز، هسه بعد هنا انتهينا. لما يقول لك كولينرجيك انت بعد تعرف انه الماده اللي جاي يستخدموها كنيورو ترانسميتر هي استيلكولين. استيلكولين الاستيلكولين is stored in the synaptic vessel. وين راح يكون؟ راح ينخزن عندي بالسينابتيك فيزل، بهاي المنطقة اللي حكينا عنها اللي هي هاي نفسها. هاي المنطقة هي السينابتيك فيزل. هاي المنطقة هي السينابتيك فيزل. ريليز شلون تتحرر؟ هاي العملية، هاي الطريقة التحرر التحرر النيورو ترانسميتر من الفيزل يسمحوا لها بالإكسو اكزوسايتوسيس. عملية الإخراج الخلوي السحول، لأنه ليش؟ هي جاي تطلع من خلية، هاي خلية عصبية، جاي تطلع من هاي الخلية وتروح لهاي الخلية. هاي الطريقة شلون انتقال من خلية إلى خلية؟ لأنه هذا شنو؟ هذا داخل الخلية، هذا داخل الخلية، هذا يسحوله بالإنترا سيلير فلود، يعني داخل الخلية. هذا يعتبر اكسترا سيلولر فلويد داخل الجسم نفسه، هذا اكسترا سيلولر. فشلون ينتقل من خارج الخليه؟ يطلع بطريقه الاكزوسايتوسيس اللي هي عمليه الاخراج الخلوي. زين نعم، فهاي الطريقه لعملية إخراج النيورون ترانسميتر. أنا أحاول يعني أشرح لكم، يعني ولو أطول عليكم بس جاي أحاول أشرح لكم الكلمات واحدة واحدة حتى لا يصير عندكم فد جملة يعني ما فاهمية أو ما واضحة عندكم، ولو أخذت يعني من وقتكم هواي صراحة صار ساعة. المهم it's diffuse across the synaptic cleft، ينتشر خلال synaptic cleft and bind with specific cholinergic receptor. راح يرتبط بالكولينرجيك ريسبتر الخاص بي، سبيسيفيك معين له، ريسبتورات الخاصة بي. استيلكولين شنو صحتولي؟ وين كنت لعب؟ هذا المعلم ده شرحت على مودك. لا بالعكس تعبكم راح. ايه غسل وجهه، يلا عم صح غسل وجهك. والله شفت بك رحت تغديت ما ادري ليش. يلا هو شو كذا اعتبرك اخوي الصغير. المهم ف استيلكولين باين تو، زين كل استيلكولين حامل جبور عندك الفوق وانا برنسب السينابتيك ليفت. سينابتيك ليفت هسه لما اذا تكتب بالهذا، هاي المنطقه كلها سينابتيك ليفت، هاي كل المنطقة هي سينابتيك، نفسها هي السينابسي صح، سينابتيك ليفت هاي المنطقة. تمام
لا هي ما اخذت هواي يعني، ظل بالي يمك. هي نفسها بقى، هاي فوق، انه الكولينرجيك نيرف فايبرز. حكينا على السبترات، بس كملنا السبترات. استلكولين ينخزن عندي وين؟ بالسينابتيك فيزل. هاي تقلت سينابتيك، ها سينابتيك ليفت. ريليز باي ذا اكسوسايتوسيس، ينتشر. شوف هاي ما اقول لك، ديفيوز اكروس ذا سينابتيك ليفت. هاي المنطقه، شوفها هاي المنطقه هي السينابتيك ليفت بصوره عامه. فينتشر من خلالها ويرتبط بالسينابتيك ليفت بصوره عامه. فينتشر من خلالها ويرتبط بالريسبتر الخاص بي، يعني يرتبط بهذا الريسبتر، بهذا الريسبترات الخاصة. افرضوا انه هسه هذا الخضرة، هي ما محدد لي شو نوعها، بس قول انه هذا النيورو ترانسميتر هو عبارة عن استلكولين، فهذا استلكولين راح يرتبط بالريسبتر الخاص بي. زين، فلذلك لما يقول لك كولينيرجيك ريسبتر، كولينيرجيك ريسبتر شو معناته؟ هذا كولينيرجيك ريسبتر، الكولينيرجيك ريسبتر يعني الريسبترات الخاصة بالاستلكولين. لكن عندي شنو؟ عندي نوعين من الكولينيرجيك ريسبتر. اول واحد نايكوتينيك ريسبتر، نايكوتينيك ريسبتر. هذا النايكوتينيك ريسبتر، هسه والله سؤال اذا اشوف يعني اذا ذكوها او لا، وين النايكوتينيك ريسبتر؟ ودزوا لي اياها على الخاص، يعني دزوا لي اياها على الخاص مال الشات، لا تدزوها حتى لا احد حاول يجيبوا لي يغش من عندكم، حاول يجيبوا لي اياها على الخاص. نيكوتينيك ريسبتر وين حكينا عنه؟ وين موجود عندي بيا نوع من المصل؟ لا شنو بس دكتور فاضي حزك انا ما احبك. انت ما تقرا؟ ايه يلا حاول جمهور عيد الجواب اللي عندك. النيكوتينيك ريسبتر اللي هي فقط اكزايتيشن، وين موجوده عندنا بيا نوع من المصل؟ يا محمد جبوري اليوم قاعد ساكت حتى بطلت بعد ما اشرح الا تجيب لي الجواب. بس لا تغششوا، مو تدزوا لها على الخاص، خليه واحد. لا غلط 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 غلط، ما موجود عندي بالسموث مصر، موجود عندي بالسكريتال مصر. وحتى اذا تدون تذكرون هالشغله، انتم بس تربطون انه هو مو بالسموث مصر، موجود عندي بالنايكوتينيك ريسبتر، موجود عندي بس كده ترى المصل. شوفوا العبارة مالته، احنا قلنا انه لما اذا ترجعون شوي لفوق ارجع لكم اياها لهذيك العبارة حتى تربطوها. سوماتيك، لما حكينا عن السوماتيك فوق، وين السوماتيك بالله؟ سوماتيك سوماتيك ايش قلنا بالله بالسوماتيك؟ قلنا انه السوماتيك وين يا بالسوماتيك؟ ايه هاي السوماتيك فقط عملية دائما is always excitatory. السوماتيك اللي هو موجود عندي وين؟ بس بالسكريتال مصل، دائما اكزاتيتوري، دائما اكزاتيتوري، دائما في حاله اثاره. يعني هي العضلات الهيكليه اللي هي تحت ارادتك، انت لما تسوي اي عمليه حيويه بيها انت جاي شو تسوي؟ جاي تسوي لها تحفيز، جاي تسوي لها اثاره، زين؟ وبالتالي تسوي لها المصل كونتراكشن. فانتوا سربطوا انه ليش هذا هو النايكوتينيك ريسبتر؟ لانه اساسا ليش موجود عندي بس النايكوتينيك ريسبتر موجود عندي بالسكريتال مصل؟ لانه احنا قلنا انه السوماتيك نيرفوس سيستم هو دوره فقط اكزايتيتوري، فقط يحفز ال وين بالله؟ ايه هاي فوق، فقط دوره اكزايتيشن، اكزايتيشن فقط اثاره، فقط تحفيز، فقط يسوي المصل كونتراكشن. زين، هاي بالنسبة للنايكوتينيك ريسبتر. النوع الثاني النايكوتينيك ريسبتر راح نجي نحكي عنه. النوع الثاني هو الماسكرانيك ريسبتر، اللي هو يمكن هذا السيمينار مال برين وعلي سلام، محمد كاظم وعلي سلام. اكزايتيشن هذا السيمينار مال برين وعلي سلام، محمد كاظم وعلي سلام. اكزايتيشن اور انهيبيشن، هذا الماسكرانيك ريسبتر، لو بي اكزايتيشن لو بي انهيبيشن، يا اما تثبيط او اثاره. وهذا اذا الماسكرانيك ريسبتر هسه بشكل عام وين موجود عندي؟ بالسموث مصل. هسه مو تجاوبوني انا اقول لكم اياها بالسموث مصل، لانه مرات احنا نحتاج. ومنافسه موجوده عندي بالاوتونوميك نيرفوس سيستم، سويت جلاند. سويت جلاند واحده من عندهم، بس هي موجوده عندي الماسكرانيك ريسبتر بكل الجسم تقريبا بالسموث مصل. زين،
لانه عندك انت بالسموث مسل، السموث مسل تحت سيطره هذا الاوتونوميك نيرفس سيستم اللي هو سيمباثيك والبار سيمباثيك، وكلهم سواء سيمباثيك او بار سيمباثيك يحتاجن حالات اكزايتيشن وانهبيشن. فدائما الماسكرانك ريسبتر اكزايتيشن وانهبيشن. وات از ذا تايب اوف ذا كولينرجيك ريسبتر ان ذا سكيليتال مسل؟ الجواب نيكوتينيك ريسبتر. The activity of the nicotinic receptor is just as only excitation. True or false? True. دائما فقط excitation. زين؟ وبالتالي سبب لحالة المصل contraction. خلينا نجي نحكي عن النيكوتينيك ريسبتر وين موجود عندي. موجود عندي بمكانين. Found in the cell bodies of the sympathetic. ها موجود عندي السيمباثيك. هاي ما صراحة أنا ناسيها. موجود عندك أيضا بالسيل بوديز. بالسيل بوديز مع الخلايا العصبية مع السيمباثيك nervous system. And parasympathetic postganglionic neuron. وها وين هذني موجودات؟ خل أرجع لكم للرسم. هذا رسم كلش مهم. جاي نروح ونرجع له. هذا فوق. هذا. وينه؟ شوفوا شو هذا. وين موجودة عندي قلنا الماسكران النيكوتينيك ريسبتر موجودة عندي بالسيمباثيك والبارسيمباثيك وبس وين؟ فقط بالبوست جانجليونيك نيورون. بوست جانجليونيك نيورون هذا الاثنين نيكوتينيك ريسبتر. بينما شوفوا لي هذين عفوا بالبريجانيو عفوا بالبريجانجليونيك. وبينما بالبوست جانجليونيك الريسبترات باوعوله هذا ماسكرانيك بيتا 1 بيتا 2 الفا هذين كلهم ادرينرجيك ريسبتر ما ادرينالين. بينما عندك بالبريجان اذا وين موجوده عندك هاي الجمله اذا تفهمها النيكوتينيك ريسبتر found in the preganglionic neurons of the sympathetic and parasympathetic. شوفوا هذا نيكوتينيك. زين هاي بالنسبه الى اول وحده اول موقع للنيكوتينيك ريسبتر بهالمكان. زين النوع الثاني انتم شلون تريدون تحفظوها يعني حتى تذكرون هالعباره وما تصير عليكم في شيء يعني صعب. احنا متفقين انه all هو كاتب بالبوست ganglion مكتوب بالبوست. أعتقد أن هذا هم غلط لأنه هو بريجانجليونيك حسب هذا الرسم يعني. Parasympathetic cell bodies of all sympathetic ها أي ال إحنا جاي نحكي نيكوتينيك ريسبتر. أول شيء إحنا ال all cell bodies of the sympathetic and parasympathetic post ganglionic neuron the ganglia of the NS and neurotransmitter junction of the skeletal muscle. والله ثواني هسه قدامكم هذني انتو وهاي هم انتو هذني كلهن معناته شنو نيكوتينيك ريسبتر 2 هذني. بينما عندك هنا اكو نيكوتينيك ريسبتر ها فقط عندك هنا بس بالسوماتيك. هاي السوماتيك احنا متفقين انه نيكوتينيك ريسبتر هو الموجود عندي بس هذني السيمباثيك والباراسيمباثيك هي بريجانجليونيك وليس بوست جانجليون. هذني هسه صار عندكم غلطين يعني او شغلتين يعني فين اشتباه او ما اعرف صراحه يمكن غلط اغلب شيء انا بالنسبه لي اعتبره غلط. ف اي بالضبط تستقبل نواقل اي من البري. هسه هذا قدامكم بريجانجليونيك. اول شيء احنا متفقين انه كل بريجانجليونيك بالسيمباثيك والباراسيمباثيك هن استلكولين نيو ترانسميتر. فبالتالي انه النيكوتينيك ريسبتر. إذا أقول لكم ليش لا هاي العبارة صحيحة رأوا هذا الرسم. يا أما هذا الرسم غلط وهذا شيء مستبعد صراحة لأنه وهذا يا أما الكلام غلط. وأنا أقول أكثر شيء الكتابة غلط. ليش؟ لأنه قايل لك شنو بالكتابة إذا ترجعوا له هسه أو راح أرجع لهاني. All sympathetic and parasympathetic both ganglionic neural receptor are nicotinic. بينما أشوف هسه هذا ماسكونك ريسبتر هذا هو فقط بس بالهارت. بس بالهارت عندك البيتا 1 والبيتا 2 بالهارت. فاذا ما ممكن انه تقول انه اول بوست كانجليون. هذا هاي العباره غلط. فانتوا احفظوها هيك واذا تقدرون يعني اليوم بالليل او هاي تاكدوا من الدكتور يشوف الفضل. زين اذا هذا اول موقع للنيكوتينيك ريسبتر. الموقع الثاني حكينا عنه هسه موجود عندي بال وين موجود عندي بالنيورو ماسكولار جنكشن of the one half
موجود عندي وين؟ موجود عندي بالنيورو ماسكولار جنكشن آت ذا سكيليتال مسل، أيضا موجود عندي بالسكيليتال مسل بالعضلات الهيكلية. زين، أستلكولين released in the from the preganglionic neurons bind to these nicotinic receptors. شوف هنا هاي العبارة اللي قالتها علا، أنه this bind to this nicotinic receptor، هو لما راح يتحرر عندي من البريغانجليونك وين يرتبط؟ يرتبط عندي بالنيكوتينيك ريسبتر. فإذا هاي العبارة الفوق هي عبارة خاطئة. العبارة شنو المفروض؟ أنه all sympathetic and parasympathetic مو post، إنما هي بري بس يعني غلط. هاي وين؟ خلينا نمسح هاي، هاي صحيحة. زين؟ بس عندك مو post، إنما تكتب هاي هنا بري. أنا هي عبارة عن بريغانجليونك، وبالدليل هذا الكلام اللي جوا أنه أستلكولين released from the preganglionic neurons bind to this nicotinic receptor and cause rapid increase in the cellular permeability to Na ion and Ca. طبعا هذني شغلتين، أنتوا هذني شغلات قاريها بالمحاضرة الأولى، أنه عندك السيلير شلون يصير عندي عملية الكونتراكشن للمصل. أول شيء يصير عندي بيرموبيلتي، لأنه قلت البارحة أنا قلت لكم أنه الصوديوم عندكم والكالسيوم نسبتهم بالإكسترا سيلير بخارج الخلية هي تكون أعلى من داخلها، فبالتالي حتى تصير عملية الكونتراكشن راح ينفتح الشانل مال الـ NA والـ CA ويسبب لهم أو يدخلن من خارج الخلية إلى داخل الخلية، وبالتالي يسبب حالة الكونتراكشن. The resulting influx of these cations cause depolarization. عملية depolarization اللي هي واحدة من المراحل، أول مرحلة بال depolarization stage and excitation راح يسبب لنا عملية الإثارة of the postganglionic neurons، راح يسبب لنا حالة الإثارة اللي ما بعد العقدة اللي هي راح تضيع، فبالتالي تجي الإعاز nicotinic. Nicotine mimics the action of the acetylcholine agonist while courier is antagonist. اكو مادة اسمها نيكوتين، هاي المادة، هاي مادة نيكوتين هي تحاكي شغل الاستركولين. يعني لما اي مادة اي شغلة انتو تعرفون، لابد تعرفون هذا المصطلح شنو معنى الاغونست. خلي خليكم اياه بالاصفر، شنو معنى الاغونست وشنو معنى الانتاغونست. وين الانتاغونست؟ هذا الانتاغونست. الاغونست الناهض، سوى ما انت بترجمين انتم الناهض. الاغونست هو المساعد الداعم المشابه بالعمل. يعني لما نقول مثلا نقول استلكولين ريسبتر اغونست او استلكولين اغونست، شنو معناته؟ معناته انه اكو مادة عندنا راح نطيها مشابهة الما للاستلكولين راح يسوي نفس الدور مالته بالجسم. يعني من النيكوتينيك ريسبتر او الاستلكولين يرتبط عندك بالكولينرجيك ريسبتر راح يسوي اكتيفيتي، هذا نفسه مثلا استلكولين يدون يدعموه ينطوه مادة ثانية هم راح يسوي نفس الشغل اللي هي هنا هي النيكوتين. خلنا نحذف هاي كلها، لا عفوا، زين النيكوتين. اذا هاي المادة هي نيكوتين تعتبر agonist for the mimic action of the استلكولين. طبعا بهذه السنة كان يجيب لنا دكتور فاضل الكيسات، الكيسات اللي يجيبها انه ما يحكي لك عن الـ يعني عن الـ عن الـ يعني يعطيك مثلا كيس اللي مريض مثلا جاي يصير عنده مثلا حاله، خلينا نقول انه خلي اعطيكم مثال على هذا الكيس. مثلا عنده حاله ضعف بالسكلت المصل مات، يعني ما يقدر يسوي له كونتراكشن قوي، فشيطه يقول لك شنو نوع المجموعة أو الجروب من الأدوية، ما يقول لك الأدوية، ما يعطيك اسم الأدوية، أنت ما ماخذين فارماكولوجي، يقول لك شنو نوع، إيش تعتقد يا نوع من المجاميع أو الريسبترات راح يطوه. فأنت هنا لما يقول لك مثلا حالة الضعف بالعضلات بالسكيليتال مصل، أنت تعرف أنه تربط سكيليتال مصل يعني نيكوتينيك ريسبتر يعني أستلكولين، إذا فكون أعطي مادة مشابهة بالأستلكولين. شو تقول له؟ تقول له أستلكولين أغونست، قول له استلكولين يعني مشابه للاجو، او تقول له نيكوتين. زين ليش هو موجود الريسبتر نيكوتين ريسبتر بالبوست جانجليونيك؟ النيكوتين ريسبتر ما موجود عندي بالبوست جانجليونيك، اعتقد حضرتك انت موجوده او لا. انا قلت انه هاي العباره خطا، هاي العباره خطا، والشاطر هسه اللي يروح للدكتور فاضل قبل يقول له هاي دكتور عباره خطا، بركت يطي درجتين اربع درجات خمسه. زين
المفروض انه نيكوتينك ريسبتور موجود عندي فقط بالبريجانجليون كاوتونوميك نيرفو سيستم، يعني كبارا سيمباتيك وسيمباتيك، بينما او عفوا بالسوماتيك هو بكل الاحوال بوست جانجليونك بري جانجليونك هو نيكوتينك. طبعا ما عندي، طبعا ما لاحظ اي غلط، السوماتيك ما بي بري جانجليونك وبوست جانجليونك. زين، بس ايه بالبوست طبعا، طبعا حسب الرسم بالضبط، المخطط اللي فوق اللي حكينا عنه. فبالتالي اذا المادة اللي تكون مشابهة للاستلكولين هي النيكوتين، تعتبر اغونست. المادة الثانية يا هي اللي تكون انتاغونست اللي هي الكيوريا، هاي المادة ايش تعتبر انتاغونست؟ ينطوها بحالات الشلل، او في حاله هاي الماده شو سبب تسبب لنا حاله ability to paralysis skeletal muscle، راح يسبب لنا حاله الشلل. ليش؟ لانه شو سوى هاي الكورير، هاي الماده تجي تقعد على النيكوتينيك ريسبتور، يعني هو مو المفروض النيكوتينيك ريسبتور مخصص للاسيلكولين، هاي تجي الكورير تجي تتسابق وياه، تجي تقعد على النيكوتينيك ريسبتور وتسدها. لما نسد هاي الماده ايش راح تعتبر بعد؟ اذا الاسكولين يجي ما يلقى مكانه، فما راح يروح يدور وجهه ويرجع. هاي الحاله ايش تسبب؟ حاله ريلاكسيشن للسكلتال مصل، يعني السكلتال مصل ما جاي يصير بها اكزايتيشن، ما جاي يصير بها عمليه تحفيز، وبالتالي راح يظل الانسان بارالايسز، يعني يرجف او شلل، او هاي حاله يعني حاله ما اعرف شو صار الوهن. زين، ما اعرف شنو اسمه نسيت، فهي الوهن، يعني شوفها انه ما يقدر يسوي اي شيء، يرجف او كذا، وما يقدر يرفع ايده، ما يقدر يؤدي اي شيء. فإذا لما يقول لك شنو، يقول لك مثلا شخص عنده حالة البارالايسيس سكيلتال مصل، ايش تطي؟ لابد انه تطي يا اما نيكوتينيك اجونست او تقول له اعطي استركولين. حالة عنده حالة طبعا حالات الكونتراكشن المستمر للسكيلتال مصل راح يؤدي الى يعني السكيلتال مصل الكونتراكشن مالته المستمر يطو مادة ثانية اللي هي هاي نفس الكيورير، يطو انتاغونس على شكل انتاغونس، فيقلل من دور الاستركولين. زين، هاي بالنسبة للنيكوتينك ريسبتور. وضحت عندكم؟ اكو واحد عنده سؤال عليها؟ الاجونست هو ايه الاجونست، يعني مو هي مصطلح الاجونست يشيرون للماده، يعني سي هو الناقل العصبي، هو الناكوتين او الكيورين، بس شنو نوعه؟ يقول لك شنو نوعه بالنسبه للاستلكولين، هذا اجونست يعني يدعم الاستلكولين، لو انتاغونست مضاد له، يعني شغله ضد هذا. لا، شغل الكيورين هو انتاغونست، هذا شغل الكيورين انتاغونست، وشغل الناكوتين هو اجونست فور ذا استلكولين. زين، فهنا ايه مثل بالضبط، مثل هنا نيو ترانسميتر ناقل عصبية، النيكوتين ناقل عصبي والكيورير هم ناقل عصبي، بس واحدة من عدن اغونست اللي هو النيكوتين، واحدة من عدن انتاغونست اللي هو الكيورير، وهذا الكيورير يسوي لك حالة البارالايسيس. زين، نحكي عن الماسكرانيك ريسبتر. الماسكران اذا النيكوتين سوى الموجود عندك، موجود عندك بالاستلكولين، عفوا موجود عندك بالسكريتال مصر، موجود عندك بالبري جانجليونيك نيورون اوف ذا سيمباثيتيك اند بارا سيمباثيتيك نيورون. الماسكورانيك ريسبتور وين موجود عندي؟ طبعا الماسكورانيك ريسبتور احنا قلنا فوق انه بي شغلتين، بي انهبيتوري وبي اكزايتوري، يعني بي تثبيط وبي تحفيز. يعني لما شنو معناته التحفيز والتثبيط؟ يعني معناته لما يجي، خلينا نرجع لهذا الرسم نفسه ونقول انه هذا اللي نفرض انه ماسكرانيك ريسبتور، هذا شنو؟ هذا ماسكرانيك ريسبتور. لما يجي الاستلكولين يقعد على الريسبتور، يا اما يكون الامر مالته اكزايتيتوري، يا اما يكون امر عصبي اكزايتيتوري تحفيز العضو، يا اما يكون لا انهبيتوري. وهاي شغله مهمه راح نشوفها بالمثالين راح تكون عن ماسكرانيك ريسبتور، يا اما يسبب له اكزايتيتوري يا اما يسوي له انهبيتوري. زين، حسب الحاجه مال الجسم. بينما عندك النيكوتينيك ريسبتور لا، بس مجرد يقعد الاستلكولين على النيكوتينيك ريسبتور، انت بس تقر نيكوتينيك ريسبتور تعرف انه هذا راح يسبب لي حاله اكزايتيتوري
سكيلتال ماسل، راح يسوي له كونتراكشن مباشره. زين طبعا كان كيوتونيك. زين فالماسكولار ريسبتور وين نلقاها؟ فاوند اون ذا سيل ممبرين اوف ذا افكتور تشو اند ار لينكد تو جي بروتين، جي بروتين اند سكند ماسنجر سيستم ار ويتش كاري اوت ذا انترا سيلولار افكت. شوفوا هاي العباره كلش مهمه ومتاكد انه ما وضحتكم. الانترا سيلولار افكت راح تاخذون بالهرمونات بالكورس الثاني. اكو شغلات عندنا شو يسموها؟ يسموها بال جبروت. هو راح اشرح لك اياها شنو جبروتي. اكو مواد عده، خل ارسمها، خل ارسم لكم اياها. شوفوا افرضوا هاي عندي خليه، هاي خليه عصبيه او اي خليه ثانيه، اي خليه، بس خل نقول خليه عصبيه. هاي هاي عندك هذا ما اعرف شو اسمها، هاي النواه مالتها. زين هنا بيها ريسبتر، هي وين الدعم الريسبتورات؟ موجوده على جدار الخليه، موجوده على جدار الخليه، هاي ريسبتورات. هي بالاصل يعني لما نقول سكلتال مصل او يعني نعرف انه كل عضو بالجسم هو خلايا، فافرضوا هذا ريسبتر. اكو هرمونات مثل الستيرويد هرمون، شو تسوي؟ راح لما يجي هذا الهرمون او هذا النيورو ترانسميتر، لما يجي يقعد للنيورو ترانسميتر يقدر ينفذ من خلاله ويوصل الى النواه. اكو مواد ثانيه مثل هسه اللي حكينا عنه الماسكرانيك ريسبتر، هذا الماسكرانيك ريسبتر لما يجي هذا الاستركولين، هذا الاستركولين خلي خليكم مع بالاحمر، هذا الاستركولين لما يجي يقعد على هذا الريسبتر ما راح يقدر ينفذ خلاله، ما راح ينفذ خلاله، او ما بالاحرى بالاحرى خلي اوضحكم اياها، ما راح يتصل بي، ما راح يتصل بي ويظل قاعد. الاكتيفيتي مالته اللي راح تتولد ينقلها شيء ثاني اسمه بروتين، راح يتولد شيء هنا هذا، هاي النقطه الحمراء اعتبروها جي بروتين. هاي الجي بروتين هي اللي راح تنقل الوظيفه او الدور او الامر العصبي الى داخل الخلايا، هي هاي الشغله. يعني اكو عندك مواد، احنا مو قلنا انه طرق طرق التخلص من عند الريسبتر، انه مره من المرات يصير بي ابتيك فور ذا نيورون، يا هو اللي يصير بي ابتيك النيورو ترانسميتر اللي ممكن انه يدخل الى داخلي، يعني يعبر من الريسبتر. اكو لا ريسبترات مثل ماسكرانيك ريسبتر ما يسمح، هذا مثل ماسكرانيك ريسبتر ما يسمح للاستل كولين انه يدخل الى داخلي، لا يقول له يا بجيب لك واحد واسطه، جيب لك واسطه يا الله، او جيب لك واسطه هو اللي يسوي لك هاي الشغله، انا ما راح ادخلك. فهنا يا هو الواسطه، اكو هذه صح لها سكند ماسنجر، يعني وسائل ثانيه، هي الجي بروتين، هي اللي راح تدخل الى داخل الخليه وتؤدي الدور. هذا الفرق. فلذلك عندك هي الميكانيكيه ما تخلص من النيورون ترانسميتر اختلفت، مثلا واحد بي ابتيك اوف ذا نيورون، هذا الى داخل الخليه راح يسوي لي ابتيك امتصاص. اذا موجوده على يعني مثلا هسه الاستل كولين، هسه هذا الاستل كولين بالنسبه للماسكرانيك ريسبتر راح يسوي لي يا اما انزيماتيك، يا اما انزيماتيك ديجريديشن، يا اما تخلص بالتحلل الخلوي، يا اما شو يسوي له؟ يسوي له حاله الديفيوش، يا اما هو راح ينتشر برا. زين فهذا بالنسبه للماسكرانيك ريسبتر. يعني الفرق بين النيكوتينيك ريسبتر والماسكرانيك ريسبتر انه عندك هسه هذا ماسكرانيك ريسبتر فرضه وهذا نيكوتينيك، طبعا باختلاف خلايا، انا يعني حسب خليه واحده بس هي خلايا يعني حسب موقعها بالجسم. هذا النيكوتينيك ريسبتر يجي الريسبتر يقعد ما ممكن انه يدخل. زين فيجي شغله من داخل الخليه، يجي شيء اسمه بروتين خاص به اسمه السكند او سكند ماسنجر جي بروتين، هو راح ينقل النشاط مال الخليه او ينقل الدور الاسترولين اللي ارتبط بالماسكوتينيك ريسبتر الى داخل الخليه. الثاني لا، هو اللي يرتبط بالنيكوتينيك ريسبتر، لا والله الاسترولين بالنسبه للنيكوتينيك ريسبتر لا، هذا عرف راح يطببه وهو يسوي الشغل مالته بنفسه، لا راح يحتاج واسطه ولا يحتاج اي شيء، فهذا معنى جي بروتين. وضحت عندكم هاي العباره؟ وهم راح ترجعوا لها بالهرمونات، راح اكو عندكم ادويه او عفوا هرمونات هم تشتغل بحالات النيكوتينيك ريسبتر. واضح عندكم؟ محمد جبوري، واضح محمد جبوري؟ أبو محمد جمهور أحس هاي الواضحة تستخدمها نفسها ويا الدكاترة ويا هاي لو تنعس. دكاترة نايم وياهم، أنت ما نايم دروسهم.
واضح مستعد. ببساطة يعني حتى أعطيكم هيك فكرة عامة، بعدين أنتم راح تفهموها. هسه حاليا ما راح أقول هذا. إيه راح تنام. أكو ريسبتورات لما يجي نيورو ترانسميتر يقعد عليها يقدر يدخل، يقدر يدخل إلى داخل الخلية ويسوي شغلة. أكو ريسبتورات اللي هو هذا ماسكلين ريسبتور، لا الأسيتيلكولين راح يقعد والجي بروتين راح يجي شيء من داخل الخلية، بروتين خاص اسمه جي بروتين هو اللي راح يسوي الشغل مالته داخل الخلية. يعني افرضوا هسه سيطرة مال اقليم كردستان او سيطرة مال اي يعني مال مدينة، لما يقولوا لك يابا انت ما تدخل الا تجيب لي كفيل من داخل المدينة، يروح الكفيل يروح للسيطرة يدخلك اذا يقدر يدخلك طبعا، او يستلم الغراض من عندك. نفس الفكرة، اكو ريسبتورات عندك تسمح بدخوله، اكو سيطرات عندك تسمح بدخول الزبون او الضيف، واكو لا ما يسمحون، ما يسمحون الا تجيب كفيل او هو نفس الولد اللي داخل المدينه هو اللي راح يجي يستلم الغاز من عندك ويسوي شغلك، او يعني يسوي الشغل اللي تريده داخل هاي المدينه. هيك هاي فكره السبترات، لا اكثر ولا اقل. بس بعدين هي معقده صراحه، انا هم اول ما فهمتها، اول ما قراتها ما فهمتها، بس بعدين راح تفهموها. المهم زين، هسه ايش راح نجي؟ activation of the muscarinic receptor can cause، احنا قلنا انه ممكن انه يسبب لنا حالة اما الاكزايتيشن او يسوي لنا حالة الانهبيشن، اعتمادا على السيل، يعني اعتمادا على شنو؟ اعتمادا على الخلية اللي او تحمل هذا الريسبتور، يعني تحتاج اكزايتيشن، اكو خلايا تحتاج انهبيشن مثل ما راح نشوف. مثل شنو؟ هذا مثال الماسكرونيك ريسبتور الموجود عندي بالمايوكارديوم، الموجود عندي بعضلة القلب. هذا الماسكرونيك ريسبتور الموجود عندي بعضلة القلب دوره انهبيتري مو اكزايتيتري. يعني هنا لما يجي الاستيلكولين يرتبط بالماسكرونيك ريسبتور الموجود عندي بعضلة القلب، شو راح يسبب؟ راح يسبب قلة بالهارت ريت. شوف يقول لك اند ديكريز ذا هارت ريت وايل، راح يؤدي الى قلة بضربات القلب. هاي يا هو هذا الماسكرونيك ريسبتور الموجود عندي بالمايوكارديوم. فلذلك يعني لا 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 سوق لحظات، خل اشرح لكم اياها بعدين هسه هاي الشغله. بس انتم شنو هسه يقول لك وات از ذا رول اوف ذا ماسكرونيك ريسبتور اون ذا مايوكارديوم، انهبيتوري ولا اوكزيتوري؟ بس انهبيتوري مو اوكزيتوري. يعني ما ممكن انه الاستيلكولين يرتبط بالماسكرونيك ريسبتور الموجوده عندي بالقلب ويسبب اكزايتيتر، يعني راح يزيد عضله القلب زياده، لا او يزيد ضربات القلب، لا راح يصير دائما بس ماسكرونيك ريسبتور يجيها الاسيتيلكولين ويقعد على هذا الريسبتور مالتها، راح يصير حاله الانهبيتر، راح يجي جي بروتين بالنسبه لعضله القلب اللي تتكون من خلايا، من خلايا قلبيه، هاي الخلايا خلايا عضليه عفوا، راح تجي راح يجي جي بروتين الى غلاف الخليه يقول له يابا من اللي يجي السيركولين وارتبط ماسكرونيك ريسبتور، راح يروح الى داخل القلب ويسبب حاله الانهبيتوري. زين، فبالتالي يقل عندك الهارت ريت وايل. بينما الستيمولنت، الستيمولنت اوف ذيس ريسبتور الموجوده عندي باللانك. هسه هنا انتم بعد انتم شطارتكم هنا بعد، طبعا هذني هذا شيء يعني كلش بسيط كلش مختصر، هاي الريسبتورات اللي جاي احكيها بالنسبه للسنه الجايه اللي راح ناخذها بالفارما، او اللي راح اخذها السنه انا بالفارما. بالفارما يحكي لك ريسبتورات كلها من بدايه يعني كل الجسم، شكو ريسبتور وشنو نوعه وشنو، بحيث انت شنو اكو ادويه، ولا هو هذا خارج الموضوع بس حتى يعني يكون عندكم فد يعني فد اهتمام بهالموضوع. اكو ادويه مثلا هو هذا نفس الاستيلكولين، اكو ادويه حاويه على الاستيلكولين، هي شغله استيلكولين يطوها يقول لك هذا راح يشتغل لك على الماسكرونيك ريسبتر بالجسم. ايش تفتهم؟ تفتهم انه شكو ماسكرونيك ريسبتر موجوده عندك بكل القلب، اذا ما كان طبعا سلكتيفيتي، اذا ما كان هو اختيار، يعني هو شغله على عضو معين، على ماسكرونيك ريسبتر وهذا عضو، ما ممكن يشتغل على البقيه. بس اذا هو يشتغل لا بشكل عام على كل الجسم، شكو ماسكرونيك ريسبتر عندك راح يصير بيها حاله تهيج او حاله تثبيط او تهيج حسب نوع العضو. يعني مثلا هذا الماسكرونيك ريسبتور وين موجود عندكم؟ هسه موجود عندك بالمايوكارديوم والباللانك. لما راح يطون مثلا دواء حاوي على الاستيلكولين، انت ايش تفهم؟ بس انت راح تبلع هذا الدواء وتعرف انه وين راح يروح على الماسكرونيك ريسبتور، راح تقول انه راح يروح للقلب، راح يسوي له حاله الانهبيتري، راح تقل ضربات القلب، وراح يسوي يروح للنا شو يسوي له؟ يسوي له اكزايتيتري، راح يسوي له اثاره للقلب. شو يسوي؟ يسوي كونتراكشن اوف ذا اير واي سموث مسل اند برونكو كونستراكشن. راح شو يسوي بالنسبه، خل ارسم لكم هاي حتى تعرفون شنو جاي يحكي.
خلينا نقرا هذا. عفوا. هاي اللانك، هاي ابو اتين افرضوها رأتين يعني صراحة. زين هذا الايروي، هذا المنفذ الهواء او يعني البوار الهوائية او القصيبات الهوائية يسموها. زين هاي بداخل الكلوي، شو يصير؟ وعندك هنا انا قلت لكم البارحة اكو عندك برونكويل، هاي برونكويل القصيبات الهوائية، اكو بكل هذا النيب داخلهن اكو ماسكران، اكو ريسبتورات الماسكرانك. لما يجي الاستلكولين او لما واحد يبلع الاستلكولين، هاي البرونكو كونستركشن راح يصير، عفوا هاي برونكو راح يصير بيها برونكو كونستركشن، راح تتضيق. وهاي الاير واي، هذا المنفذ الهوائي او القصيبات الهوائيه، هم ايش راح يصير بيها؟ هم راح يصير بيها كونستركشن، هم راح يصير بيها كونتراكشن، راح تتضيق. فلذلك اكو هاي الادويه، مثلا هاي الادويه ممنوع انه يعطوها مثلا مثلا، او هاي الادويه اللي حول على السكولين تشتغل لك على الماسكرونيك ريسبتر، ممنوع يعطوها لادويه مثلا لاصحاب هذا، راح ممنوع ينطوها لاهل الربو، لان اهل الربو هو اساسا عنده تحسس راح يسبب له حاله البرونكوكسشن، هو عنده تضيق بالهواء، تضيق بالممرات الهوائيه. فما ينطوه هاي الادويه حتى لا يسوي، او ما ينطوه هاي يعني الادويه الحاويه على الاسترولين حتى ما يصير عنده حاله البرونكوكسشن. ماشي؟ وضحت عندكم؟ زين. يا ماده مثلا اللي هي بالادويه هاي الماسكرانين، ماسكرانين. الماسكرانين هي هم نفس الحالة، يعتبر شنو؟ بس الماسكرانين شو يعتبر بالنسبة للأسترولين برأيكم؟ أغونست لو أنتاغونست؟ إذا هو جاي شو يعتبر؟ أغونست لو أستر؟ أي بالضبط، أغونست. عاش فيكم. أغونست يعتبر أغونست، يعتبر اغونست. ليش؟ هو شوفوا هذاك نيكوتين ريسبتر اسمه نيكوتين، اللي هو يعتبر اغونست لهذا. هذا ماسكرانين ريسبتر اسمه الماسكرانين. اتوكسين هو عباره عن ماده سامه برودوسد باي ذا سيرتين مشروم، اكو مشروم هذا اللي يعني بالهذا، اكو نوع من انواع الفطر او الفطر يصرحوا له ناس، انواع من انواع الفطر. هو اغونس يعني لما ياكل الانسان شو يسبب عنده؟ راح يسبب عنده قله بضربات القلب، وراح يسبب عنده تضيق بالقصيبات الهوائيه وبالحويصلات الهوائيه، وبالتالي يصير عنده حاله الاختناق. فهذا شو يعتبر؟ يعتبر يقول لك the muscarinic او the muscarinine is agonist for the acetylcholine. True. الماده الثانيه اللي هي antagonist يا هو الاتروبين، وهذا الاتروبين كلش كلش مشهور كدواء موجود عندنا. تروبين يطوه، اعتقد يطوه هم لاهل الربو. الاتروبين شو يسوي؟ انتاغونست. يعني شو يسوي الانتاغونست؟ يعني هذا الاتروبين يجي يركض يركض يتسابق ويا الماسكرانين او ويا الاستركولين، يروح على الماسكرانين كسبتر يقعد عليها، بحيث شو يسوي؟ يسوي تثبيط. هذا هم ناقل؟ اي هذا هم نواقل. الاتروبين يسوي زياده بضربات القلب، اي يسوي زياده ضربات القلب، او على الاقل او بالاحرى ما اقول يسوي ضربات، هاي ضربات القلب يسببها الادرينالين. الماسكرونيك هذن الاتروبين شو يسوي لي؟ يمنع لي قله ضربات القلب. تمام. الاتروبين صراحه ما اي ما اعرف، بس يعني شنو؟ اي ما اعرف. هو مدام يسوي يعني يمنع عملية شغل الماسكرانين، الماسكرانين دور انهيبيتري، فالاغونيست مالته يعني او عفوا الانتاغونيست مالته المضاد راح يسوي زيادة بضربات القلب. اعتقد وين ماخذ محمد جبور الاتروبين؟ وين اخذناه؟ اتروبين وين اخذناه بابا؟ شو نسيت؟ الاتروبين اخذناه بالدايفينوكسيليت، واتروبين هاي مال الاسهال ما لنا علاقة بيه اللي هو ديار ستوب. اتروبين وين والله؟ أدوية الإسهال. إيه صح أدوية الإسهال. إيه لا بس اتروبين إيه المهم يعني هو جاي يسببه، بس هسه جاي أحكيكم عن اللانج. اللانج جاي شو يسبب لها؟ راح يمنع عملية البرونكو كونستركشن، راح يمنع عملية الاختناق اللي راح يصير عنده، وبالتالي هو برونكو دايليشن. إيه عمي إيه عوف الأدوية. شوف الفسلت وراك امتحان باكر. إيه
وبالتالي شو يسبب لي؟ hence it used in acetylcholinesterase poisoning. acetylcholinesterase poisoning هاي حالة تسمم تصير عندي، فيستخدمون هذا الأتروبين بديع. أقعد أشرح لك هسه؟ والله يا ريت ناسيها. المهم فهذا بالنسبة للمسكونيك ريسبتر والنيكوتينيك ريسبتر. الأتروبين، الأتروبين مادة ثانية، يعني هو يعتبر أنتاغونيست فور ذا فور ذا مسكونيك، عفوا فور ذا استيركولين. احنا مو قلنا استيركولين لما يرتبط بالمسكونيك ريسبتر، هو دوره المسكونيك ريسبتر بالمايوكارديوم دور انهيبيتوري. يعني اذا ارتبط عندك هاي، شوف خل ارجع لهذا الرسام نفس الحالة. لا وان بكذا نجيبك مغلا موجود. هسه هاي همزين يعني بس صورة مقطوعة، يعني ما نقدر نحكم عليها خلية، بس فرضوا انه هذا داخل خلايا عصبية بداخل القلب، فرضوا هذا هم استركولين وهذا هو الماسكرونيك ريسبتر. هذا الماسكرونيك ريسبتر، الماسكرونيك ريسبتر، الماسكرونيك ريسبتر راح يجي الاستركولين، بس مجرد انه يجي الاستركولين يكهل على الماسكرونيك ريسبتر، هذا الريسبتر هو مخصص انهيبيتوري، هو مخصص التثبيط. هذا الريسبتر موجود عندي بالقلب، بالنسبة للماسكرونيك ريسبتر موجود عندي بالقلب دوره فقط تثبيط، يعني بس يجي الاستركولين يرتبط بالمسكونيك ريسبتر راح يقل ضربات القلب. هذا وين؟ بالمايوكارديوم، بعضلة القلب نفسه. هسه فرضوا انه هذا مو مايوكارديوم، هذا مو قلب، فرضوا هذا اللانج قدامكم، هذا اللانج لا، لما يجي الاستركولين يرتبط عندك بالمسكونيك ريسبتر لا، ايش راح يسبب؟ راح يسوي اكزايتيتري هنا لما يعبر هذا باللانج، طبعا راح يسبب لنا حالة الاكزايتيتري، تحفيز اللانج. فش يسوي؟ راح يسبب حالة البرونكو كونستركشن. برونكو كونستركشن يعني شو يسبب؟ يسبب البرونكويز اللي هي القصيبات الهوائية، راح يصير بها تضييق. والايرواي كونستركشن يعني الهم الممر او المجرى الهوائي هم راح يصير بيه كونستركشن. تتماشى مع الماسكرونيك. الماسكرونيك اذا كان عند الشخص زيادة ضربات القلب، شوف هي الأدوية اللي يستخدموها بالعادة في حال زيادة ضربات القلب هي الأدوية مال البيتا ون ألفا ون هذين، يعني هذين المشهورات صراحة. أما الماسكرونيك ريسبتر فأنا ما مر علي، بس أكو أدوية أو لا ما أدري صراحة، ما مر علي، احتمال أكو. بس شنو المشكلة؟ أكو أدوية قلت لكم، أكو أدوية هي تشتغل على الماسكرونيك ريسبتر، هي استركولين مثلا هسه هذا الأتروبين مثلا، أو غير أدوية ثانية. هسه هو نفس الأتروبين مثل ما قال محمد يستخدمون بحالات الإسهال، فلما واحد مثلا عنده ربو اذا كان مو سلكتيفيتي يعني مو كان اختياري ما راح يروح المعده، بس يبلع الانسان هذا الاتروبين او عفوا الماسكرانين، ايش راح يسبب عنده؟ راح يروح الى شكو ماسكرانيك ريسبتر موجود، سواء اللي موجود بالقلب، سواء الموجود عندك باللانك، سواء الموجود عندك بالانتستين بالامعاء، سواء باي مكان، باي مكان بالجسم راح يروح يتصل بيها. يبقى بعد هذا الاورجان مثلا بالستومك الماسكرانيك ريسبتر لما راح يقعد عليه راح يسوي له اكزايتيتري، راح يسبب له زياده بالبريستاسيس، راح الموتيليتي او الدايجستشن، العمليه الدايجستشن راح تزيد لانه جدار المعده راح يتحرك. بالقلب راح يسبب له تثبيط. ها بالضبط، هاي بعد علي حميد قالها، هاي ادويه طبعا بيتا 1 انتاغونست، لانه هو البيتا 1 هسه راح نجي تبع ان شاء الله. بس هي هاي الاعراض الجانبيه، هي شغله السايد افكت. هي هاي السايد افكت، انت تيجي تقعد على شوف هذا الدواء على يا ريسبتر موجود، اذا نون سيلكتيفيتي ما باختياريه راح تقول انه راح يروح الى هذا العضو بي هذا الريسبتر راح يسبب له شيء، وروح للعضو الثاني بي ريسبتر. مع العلم انت جاي تستخدم الحاله مرضيه، مثلا جاي نستخدم احنا الاتروبين لحالات الربو، بس نفسه لما راح يسبب الاتروبين، لما راح تعطي الاتروبين احتمال الاتروبين راح يمنع عملية ثانية، أو راح يروح القلب يسوي زيادة بضربات القلب إلى آخره. فأنت هيك راح تدرس السايد إفكت، أنه هو هذا شنو نوع النيوترانسميتر وشنو نوع الريسبتر، وهل أنه هذا دوا سيلكتيفيتي لو نون سيلكتيفيتي. وبعد الشاطر اللي يحفظ الريسبترات، بس تحفظ الريسبترات وتعرف الأدوية هاي النيوترانسميتر، خلصت الصيدلة، خلصت راح فتح لك صيدلية. زين هسه هذاني خلصنا النيكوتينيك ريسبتر والماسكونيك ريسبتر، كملنا الكولينرجيك ريسبتر.
اكو شيء ما واضح بيها، اكو شيء ما مبهم او مفهوم. صراحة انا حاولت اوضحكم بالقدر الممكن، اكو شغلات هي جديدة عليكم بس مرور الوقت راح تعرفوها، خاصة لما تدرسون ادوية يعني. اكو شيء ما واضح؟ والله محمد احسك جاي تشوفني احكي اجنبي. زين هسه شو راح نجي؟ هسه شو راح نجي؟ يلا يلا محمد جوا، افتح لك المايك، افتح لك المايك، تفتح هذا شوف تعليان. صدق علي. يلا عارف افتح المايك واحكي لي اياها، اشرح لي اياها، اعطيني الملخص، ملخص. وانا بصوتي خلت فتحت لك المايك، فخلي ابي على ساعة. زين هسه صار ساعتين واللي بقالنا بعد تقريبا يعني تقريبا 3 صفحات، 3 صفحات هي مهمة كلش وام الخبزة. زين بس اريد انتباهكم وياي، اذا تحسون نفسكم تعبتوا او اذا تريدون ريست يعني ناخذ ريست مثلا 5 دقائق، شو تقولون؟ انا على مودكم يعني، على مود ظلون من هذا تابعي. تمام ريست 5 دقائق ونرجع. تمام يعني بالاربع ان شاء الله، بالاربع ضبط بالاربع ضبط اي نبلش. تمام ماشي يلا براحتكم. النايكوتينيك وعندك الماسكورانيك ريسبتر. النايكوتينيك ريسبتر الماسكورانيك ريسبتر يكون شنو؟ النايكوتينيك ريسبتر يكون عندك موجود عندك فقط بالسكيلتر مصل وبالبوزجانجليونيك ما عفوا بالجانجليونيك ما سيمباثيتيك والبارا سيمباثيتيك، وقلنا دوره فقط اكزاتيتال يسبب لك كونتراكشن بالنسبه للمصل كثر مصل. بالنسبه الى الماسكولينيك ريسبتر لا، راح يكون عندك الماسكولينيك ريسبتر راح يكون عندك موجود عندي وين؟ موجود عندي بال يعني طبعا شوف كلش دا احاول اربط افكاري. اي بالماسكولينيك ريسبتر موجود عندك بالقلب بالمايوكارديوم، موجود عندك باللانج، وهو هذا دوره اكزاتيتوري وانهبيتوري حسب نوع الاورجان. يقول لك شنو دور الماسكولينيك ريسبتر بالمايوكارديوم
هو اكزيتاري عفوا انهبيتاري. وشنو دور الماسكونك ريسبتور باللانج؟ هو دوره انهبيتاري. زين، ادرينرجيك نيورونز، ريليز الادرينرجيك نيورونز، نحكي عن الادرينرجيك فايبرز اللي هو الادرينالين والنوري ادرينالين. ادرينرجيك نيورونز ريليز نوري ابنفرين، نوري ادرينالين از سنت، يعني هو يحرر لي نوري ادرينالين. النوري ادرينالين بالضبط باللانج هو اكزاتيتري، سبب لحاله البرونكو كونستركشن وحاله البرونكو او الفازو كونستراكشن مال الايروي، يعني او الكونستراكشن اوف ذا ايروي. النوري ادرينالين از سينثيسيز اند ستورد ان سينابتيك فيزلز اند ريليز باي ذا اكسوسايتوس، هاي حكينا عنها قبل شويه. مولكيولز اوف ذا نوري ابنفرين ديفيوز اكروس ذا سينابتيك كليفت اند بايند تو سبيسيفيك ادرينرجيك ريسبتور. الريسبتورات الخاصه بالنوري ادرينالين والادرينالين يصيحوا لها بالادرينرجيك نيورونز، سيحولها بالادرينرجيك نيورونز on the post synaptic membrane، على البوست synaptic membrane. either يا ما يكون excitation يا ما يكون inhibition، يا ما excitation واما يكون inhibition of the effector cell. هم نفس الحالة عندك ال فقط النيكوتينيك ريسبتور هو فقط excitatory، لكن عندك الادرينرجيك ريسبتور بالنسبة للادرينرجيك ريسبتور وعندك الماسكولينك ريسبتور يا ما يكون اكزيتيشن او انهبيشن اعتمادا على السيل. زين، نور ابنفرين اند ابنفرين بايند تو تو تايب اوف ذا ادرينرجيك ريسبتور اللي هو الالفا والبيتا. انواع الادرينرجيك ريسبتور هي نوعين الفا وبيتا. These receptors are found on the vascular effector، يعني موجودة عندي في داخل الفيسكرال بالأحشاء في الفكتر بالأورغان الداخلية أو الحشوية. innervated by must، أغلبها منين تكون؟ أغلب innervated مالتها من خلال sympathetic post ganglionic axon. زين، من خلال sympathetic. these receptors are further classified، نفسها إحنا ممكن ألفا وبيتا، راح نيجي نقسم الألفا والبيتا إلى ألفا 1 بيتا 1 ألفا 2 بيتا 2. بلا زحمة عيد السلايد، هذا مو سلايد، هذا صفحة. إيه تدلل. الأدرينرجيك نيرف فايبرز موجودة عندك، الأدرينرجيك نيورونز يحر الأدرينرجيك ريسبتر هي المواد أو النيورس عفوا الريسبترات اللي تستقبل عندك النيورو ترانسميتر اللي هو نور إبنفرين والإبنفرين. يقول لك النور إبنفرين وين جاي يتكون عندي؟ هاي حكيناها قبل شوية، إذا ترجعون للماسكولينك ريسبتر أول ما حكيت قلت لكم انه وين جاي يتكون عندي؟ جاي يتكون عندي بهاي المنطقه، بهاي المنطقه. خلي اخلص من ذني. هاي المنطقه، هاي المنطقه، شوف هذا فيزل، هذا فيزل جاي يتكون عندي بهالمناطق. يتكون عندي بالسينابتيك فيزل، ينخزن وراها لما يتحرر، يتحرر من خلال الاكسوسايتوسيس، هاي طريقه التحرر مالت يسحب الاكسوسايتوسيس ويروح يرتبط بالريسبتور الخاص بي. خلينا نرجع لهاي الصوره شويه حتى تفهمون الموضوع، انه لكل ريسبتر او لكل نيورو ترانسميتر ريسبتر خاص بي. هذا افرضه هذا الاسيتيلكولين، وهذا الثاني المثلث هو الادرينالين والنورابينفرين. شوفوا كل واحد من عندهم شكل معين، راح يجي يرتبط بالشكل مالته، يقعد بالشكل اللي يناسبه. هذا ريسبتر مالته الشكل مالته مثلث، راح يجي يقعد عليه. هنا يجي هذا ريسبتر مالته يكون شكل مدور، راح يجي كل واحد ريسبتر. ما ممكن انه مثلا الاسيتيلكولين يروح للادرينرجيك ريسبتر، ولا بالعكس ما ممكن انه النورابينفرين يروح للكولينرجيك ريسبتر وهكذا. فهاي لابد انه تعرفوها. اذا هسه شنو الطريقه؟ طريقه الاكسوسايتوس. زين، الافكتر كوز ايذر اكزيتيشن انهيبيشن اوف ذا افكتر، يعني افكتر سيل. طبعا اما دور الادرينرجيك ريسبتر، يعني لما يجي النورابينفرين يرتبط بالادرينرجيك ريسبتور، يا اما يسبب اكزيتيتري لهذا الاورجان، يا اما يسبب حاله انهبيشن. يعني مثلا عندك البيتا 1 واعتقد اي بيتا 1، هسه حتى نجي الامثله بس خل اتذكرها. يعني البيتا 1 موجود عندي بعضله القلب، لما يجي الادرينرجيك او الادرينالين والنور ادرينالين يجي يرتبط بالبيتا 1 الموجوده عندي بعضله القلب،
هنا راح يسبب لي حالة الاكزايتيشن مثلا، او البيتا 2 وهكذا بنفس الحالة. يعني اذا عندك الريسبتورات الموجودة عندي كادرينرجيك ريسبتور، يا اما سبب اكزايتيشن او انهبيشن حسب الاورجان. باللانج راح تشتغل شغل، بالستومك، بالانتستين، كل واحدة شكل ريسبتور بيتا ريسبتور راح اشوف انه شغله يختلف. خلينا نجي نشوف الالفا والبيتا ريسبتور اثنيناتهم. طبعا الادرينرجيك ريسبتور راح يكون على شكل نوعين، الفا او بيتا، نوعين. These receptors are found on the vascular effector innervated by most sympathetic. اغلبها ايش راح تكون؟ اغلبها يتم عمليه تنشيطه خلال السيمباثيتك، اغلبهم must، بس مو معناته انه كلهم. زين، both ganglionic axon. These receptors are further classified، نفسهم راح يصير بهم sub type، يعني راح يصير فروع، يعني بعد تفرع اكثر، يصير الفا وبيتا ريسبتور برودوس، الفا وبيتا ريسبتور. زين، هذا اللي يسبب لي حاله الاكزايتيشن، وعندك الفا 2 بيتا 2 اللي يسبب لي حاله الانهبيشن. اولسو اكو ايضا موجوده عندي بيتا 3، هذا بيتا 3 موجوده عندي، موجوده عندنا بالفيزل، بيتا 3 ار بريزنت. فهي انواع، يعني ساعدك الادرينرجيك ريسبتور هي الريسبتورات اللي تستقبل النورابينفرين والابينفرين. شنو انواعها؟ انواعها الفا وبيتا. الالفا والبيتا بها تتقسم الى اقسام، يعني بعد اكثر تتقسم الشعب، يصير الفا 1 بيتا 1 اللي هي دوره شنو؟ فقط اكزايتيشن، عدا بس استثناء واحد هسه راح نحكي عنه. والفا 2 بيتا 2 اثنيناتهم سببن انهبيشن، يعني لما تلقى الفا 2 في ريسبتور، يعني في عضو معين هنا، هذا يقول الفا 2 لما يجي الابينفرين او النورابينفرين يرتبط بالالفا 2 راح يسبب لي انهبيشن لهذا العضو، راح يسبب لي مو ستيمولنت، ما راح يسبب له تحفيز، راح يسوي له انهبيشن، تثبيط له. وعندك ايضا البيتا 3. زين، افكت عشان نجي الى مجموعه من النقاط اللي لابد انهم تفهموها، يعني ما راح فيكم الحفظ بها، او اذا تريد تحفظها بعد ما ادري كيفكم. افكت تراجيد باي ذا ادرينرجيك نيورونز، الاسباب او الاثار اللي يسببها الادرينرجيك نيورونز تكون اكثر طولا وامدا من الكولينرجيك نيورونز. يعني شنو معناته؟ يعني مثلا عندك هسه خلينا نقول نحكي عن القلب، القلب بي ماسكرونيك ريسبتور وبي ادرينرجيك ريسبتور. الماسكرونيك ريسبتور يرتبط بالاستيركولين، والادرينرجيك ريسبتور يرتبط بالادرينرجيك اللي هي يا اما ادرينالين نورابينفرين نورادرينالين. الماسكرونيك ريسبتور لما يجي يرتبط بالاستيركولين راح يسبب انهبيتر للقلب، يقلل من ضربات القلب، بس ايش قاعد خلينا نقول مدته، لنفرض خليت شيء فرضي يعني كوقت فرضي انه خلينا نقول ساعه. بينما النورابينفرين لما يرتبط بالادرينرجيك ريسبتور راح يطول مثلا 3 ساعات 4 ساعات 10 ساعات. هو هذا معنى هاي الجمله، انه الاثار اللي يسببها الادرينرجيك نيورونز نتيجه ارتباط النورابينفرين بالادرينرجيك ريسبتور سواء الفا او بيتا راح يكون اطول امدا من الكورنرجيك نيورونز. هاي النقطه الاولى. اثنين، The cell of the most effector contain either alpha or beta. يمكن أنه حاوي أما ألفا يا أما بيتا، ما ممكن أنه يحوي على اثنينات. زين، يعني نجي مثلا لللانج نلقى بيه أما ألفا يا أما بيتا، نجي للهارت نلقى بيه ألفا أو بيتا. وهنا أنا بعد قلت لكم سنة جاية بالفارما أنتوا شطاراتكم وحفظكم للرسبتارات. زين، نورابينفرين stimulate alpha receptor. نورابينفرين شو يسوي؟ ستيمولييت الفا ريسبتور مور سترونجلي ذان بيتا ريسبتور. احنا مو قلنا انه الادرينرجيك ريسبتور نوعين، يا اما الفا او بيتا. هسه راح نجي الى انه شنو كل واحد وهذا، ويعني نوعه ونوع موته وميوله الى شخص. هذا هنا راح نشوف انه نورابينفرين والابينفرين، واحد من عندهم مثلا يكون له ميول للريسبتور الفا، واحد يكون للبيتا، واحد يكون اقوى واحد. هاي النقاط الجايه هيك راح تتحدد. النورابينفرين تحفيزه للألفا يكون أقوى من تحفيزه للبيتا. هاي نقطة، يعني بمعنى أنه لما يجي مثلا نورابينفرين على أورغان حاوي على الألفا ريسبتور، احنا اتفقنا أنه كل أورغان يا أما بي ألفا يا أما بي بيتا. يجي الأورغان هذا أو العضو، يجي الألفا ريسبتور الموجود بي، يجي النورابينفرين يرتبط به. اذا كان الفا ريسبتور راح يصير الاثر مالته والقوه مالته تكون اقوى من تاثيره اذا ارتبط بالبيتا ريسبتور. زين، هاي النقطه. بعد
اللي وراها البيتا ريسبتر، بيتا تو ريسبتر. بس انا احكي عن ريسبتر، الريسبتر شو يكون؟ يكون له هاف سيجنيفيكنتلي جريتر افينيتي فور ذا ابينفرين ذان نور ابينفرين. البيتا تو ريسبتر يكون عنده فد ميول اكثر يعني الابينفرين ذان نور ابينفرين. شلون اريد اوضحكم اياها هسه؟ شلون؟ شوفوا هذا الرسم، خلينا نجي للرسم هذاك نرجع له. شوف افرضوا هذا الريسبتر هو البيتا 2، هذا افرضوا هذا البيتا 2 ريسبتر، نوع من الانواع موجود في اورجان معين. زين خلينا نقول هذا عندك الثاني، هسه هذا شنو؟ خلي الونكم اياه. ايه افرضوا انه هذا هاي الماده او هذا النيور ترانسميتر هو الابنفرين، هذا الابنفرين، وهذا الثاني هذا الاخضر او بالعكس. بالله خلينا نشوف هو سترونج افكت فورد شنو حتى ما تنسوا. ابنفرين، لا العفو، افرضوا هذا النور ابنفرين، هذا النور ابنفرين، وهذا النور ابنفرين، وهذا الثاني هو النور ابنفرين. هاي الان، هاي طبعا هاي الان، ايه نور ابنفرين. هو ايش جاي يقول لك بالعباره؟ يقول لك هذا البيتا ريسبتر هاف سيجنيفيكانتلي سترونجر افينيتي فور ذا عفوا هاي الرمز، لا مشكله هذا رمز غلط عندي، هذا رمز غلط. اي صح، هسه هذا ابنفرين، هذا ابي هاي اي بي، هذا ابنفرين وهذا نور ابنفرين. هذا البيتا 2 ريسبتر ايش راح يصير؟ راح يجي اثنين، هذا نور ابنفرين وهذا ابنفرين. زين هذا نور ابنفرين وابنفرين. يقول لك البيتا 2 لما يجي يجوا اثنين خطار، يجي نور ابنفرين والابنفرين، المن يفضل؟ راح يجي للابنفرين، الابنفرين راح يستقبله. شوفوا هسه استقبل، هو هذا راح يجي الابنفرين، راح يجي يقعد النور ابنفرين، يجي سواء يعني اجا ويا او بعده او اثناء ما راح يفضله، ممكن انه يستقبله، بس اذا تخير لو خير بين الابنفرين والنور ابنفرين راح يكون عنده ميول اكثر للابنفرين. زين هي هاي العباره وضحت عندكم؟ يعني شوفوا هسه هذا خطيه انطرد، هذا النور ابنفرين راح طرد، الابنفرين تفضل. زين هي هذا من عشيرة الظاهر الابنفرين، المهم عرف عدك. ايه فهذا البيتا 2 ريسبتر هذا شغله، هاي الافينيتي مالته. على العكس من عنده ها نيجي ملاحظه النقطه اللي وراها، الالفا ريسبتر. اي والله امين، أنا استقبل يحيى وأطرد محمد جبور. لا هسه أنت أيمن، أنت هسه مرحلة ثانية، أنا يحيى مرحلة ثالثة، فأنت شو المفروض أنت تعرف أنه هذا مرحلة ثانية، فتستقبل محمد جبور وتطرد يحيى، هي هاي الفكرة. زين؟ أو مثلا تستقبل أثير وتطرد يحيى لأنه هذا أخوك، هيجي. ابن فين وتستقبل هي البيتا بها حرف أكثر، هاي ما عرفتها هذا، ما عرفت شنو أنت. من نريده هيك احسن لك ايمن الجبوري، من نريده الجبوري يلا استقبلوه طردوه. زين هنا عندك يا هو اللي اكثر، بس هاي اخويا فاطمه اسماعيل بس ما اعرف الكلام، ما فهمته صراحه. ابن فرين تستقبل ابن فرين تستقبل اي هي البيتا بها حرف اكثر، شنو حرف اكثر؟ ايه يعني اي بيها حرف ابنفرين، الابنفرين ها بس هنا ملاحظه، الابنفرين انا وضحت هذه الساعه، هذا الابنفرين هذا اي بي ابنفرين، النوري ابنفرين رمزه ان اي ان نوري ان اي نوري ابنفرين، تمام. تشابه او لاسباب معينه، المهم انه هو هذا يميل، يعني هو بعد البيتا تور سبتر يحب الابنفرين وما يريد النور ابنفرين، هي هاي الكل السالفة.
اي زين، هسه ايش راح نجي لمن؟ اي انف تميل ولا تسهيل حفظ؟ جاي صراحة البعض جاي تحشون، هسه جاي اشوفكم تحشون اجنبي. اي بيها، اي بيها حرف تقصد تشابه جاي تسهيل حفظ. اي اي بي اي ال اي الابنفرين هي اي بي، اختصارها اي بي، ونور ابنفرين ان اي. زين كمان ها، او ها التشيل حفظ. اي صحيح، انه البي بي. اي افتهمت افتهمت، انه هذا لانه البيتا 2 هذا بي وهذا بي. افتهمت، وضحت وضحت وضحت. يلا لو الفار ريسبتور يعتبر most dependent of the adrenergic receptor of the two subtype. الالفا 1 ريسبتور مور وايدلي ديستريبيوت اون ذا افكتور تشو. الفا 1 ريسبتور ستيمولات ليد تو انكريز ذا انترا سيلولار كاست. ده تمام. الالفا ريسبتور هسه خلنا اعطيكم مثال. احسبوا هاي الريسبتورات هي عباره عن مراحل كليتنا هسه حاليا. احنا هسه حاليا هذا احسبوا انه البيتا ريسبتور هو المرحله الثالثه اللي هي مرحله، وانتو المرحلة الثانية مع الالفا ريسبتر. الالفا ريسبتر او انتو المرحلة الثانية صراحة، انتو اكثر من عد، اكثر شيوعا، اكثر يعني منتشرين هواي. زين عددكم ما شاء الله 120، احنا 40 يعني حتى مو نصكم. فهذا شنو معناته؟ هو نفس الفكرة. الالفا ريسبتر اتذكروا انتو الالفا ريسبتر، انتو مرحلة ثانية الالفا ريسبتر بالنسبة لنا، لانه انتم اكثر شيوع من عد. جاي اسهلكم وياه يعني حتى تحفظوها. الالفا بعدين هو الالفا ريسبتور راح يتقسم الى قسمين، الفا 1 والفا 2 مثل ما قلنا. ريسبتور ار مور وايدلي، الالفا 1 يكون اكثر شيوعا بالافكتور تشو. او نرجع مره ثانيه، مثلا نقول انه انتم مرحله ثانيه، انتم مو الفا ريسبتور، انتم نفسكم المرحله الثانيه بكم جروبات. خلينا نقول بكم جروبين مو اربع جروبات، جروب مثلا اي 1 واي 2. جروب اي 1 اكثر، جروب الاي 1 اكثر عدد هذا او اكثر انتشار هذا الالفا 1، بينما الاي 2 اقل انتشار. هي هاي الفكره. الالفا ريسبتور ستيميوليشن، تحفيز الالفا ريسبتور شو راح يؤدي؟ راح يؤدي الى انكريز ذا انترا سيلولار كالسيوم، وبالتالي يؤدي الى عمليه الاكشن بوتنشال. هاي شغله يعني واضحه انه تربطوها بالمحاضره اللي قبلها، انه لما يزيد عندك الانترا سيلولار كالسيوم شو يسبب عندك؟ سبب عندك حاله البليت يو ستيج اللي هي بالاكشن بوتنشال، العمليه اللي يوصل بها الاكشن بوتنشال الى الذروه، الى ذروه شغله. زين لذلك ما دام هو جاي زايد من الانترا سيلولار كالسيوم، هاي الريسبتورات اللي هي الالفا 1 تميل الى انه تكون اكزيتيتري اكثر من كون انهبيتري، وخاصه طبعا يا هي الالفا 1. احنا جاي نحكي عن الالفا 1. الالفا 1 ريسبتور جاي لانه جاي يزيد من الانترا سيلولار كالسيوم، يزيد من كميته، اذا هو جاي يسبب عندي اكزيتيتري. زين يعني لما يقول لك سؤال واي، ولو هو سؤال ما يجي بس خلينا نقول يعني فشغله فهميه، انه ليش احنا الالفا ريسبتر او الفا 1 ريسبتر هو دوره دائما اكزيتيتري؟ لانه بيكوز اتس انكريز ذا انترا سيلولار كالسيوم. زين فور اكزامبل ستيميوليشن اوف ذا الفا 1 ريسبتر، مثلا خلينا نجي نشوف الالفا 1 ريسبتر وين موجوده. مثلا موجوده عندي بالالفا 1 ريسبتر موجوده عندي بالسموث مسل، بالفاسكولار سموث مسل. يعني شنو فاسكولار سموث مسل؟ عفوا الفاسكولار سموث مسل هي يعني الاوعيه الدمويه، الاوعيه الدمويه، لانه جدران الاوعيه الدمويه هي سموث مسل مثل ما تعرفون، فيسموها بالفاسكولار سموث مسل. الالفا 1 ريسبتور موجود عندي بهذا بالفيزل، موجود عندي على سطح الفيزل. لما يجي يرتبط بالنوربينفرين شو راح يسوي؟ راح يسبب له حاله الكونتراكشن، فبالتالي لما يصير كونتراكشن بالبلاد فيزل، لما يصير بتقلص شو يصير ينتج له؟ ينتج فازو كونستراكشن، يعني تضيق بالاوعيه الدمويه. زين هاي بالنسبه لمن؟ هذا اول موقع للالفا 1 ريسبتور، وين موجود عندك؟ يقول لك، اقول له موجود عندي بالفاسكولار سموث مسل. و increase the glandular secretion، بالنسبة للglandular secretion راح يدي إلى زيادة بالجلاند، الألفا 1 ريسبتور راح يؤدي إلى زيادة السكريشن مال الجلاند بطريقة الإكسوسيتوسيس. بيتا ريسبتور هاي بالنسبة للألفا، هسه الألفا 1 ريسبتور وين لقيناه أول شيء؟ لقيناه بالفاسكولار سموث مسل،
سببنا حاله الفازو كونستراكشن. لقيناه بالجلانديولار سكريشن سبب لنا حاله الانكريز بالجلانديولار سكريشن بطريقه الاكساسيتوسيس. هذا الفا ريسبتر. وهنا انا بعد قلت لكم انه انا جاي اوضح لكم الكلام، بس هذا حفظ، هاي الريسبترات حفظوا كلش مهمه تحفظوهن. يعني يجيك باكر يقول لك حدد لي موقع الالفا ريسبتر، يجيك كيس على حاله معينه، مثلا واحد صار عنده زياده ضربات القلب، زادت عده الجلاندي، شوف هسه هاي الجلانديولار سكريشن خوش، يريد يربط لك اياها شويه ويا احنا هسه اخذنا. احنا قلنا انه الالفا 1 ريسبتر موجود عندي، وين موجود عندي؟ بالجلاندات. لما يجي النوريبينفرين يرتبط بالالفا 1 ريسبتر راح يؤدي الى زياده، راح يسوي ستيميليشن ويسوي زياده بالجلانديولار سكريشن بطريقه الاكساسوتوسيس. زين، يقول لك يابا عندك بيرسون او بيشنت عنده حاله زياده بالجلانديولار سكريشن، ايش تعطي؟ تعطي الفا 1 ريسبتر، او عفوا تعطي نوري ابنفرين مثلا اغونست لو انتاغونست اذا عاد زياده بالجلانديولار سكريشن؟ ايده جوابكم. انتاغونست بالضبط. انت ليش حتتقلل من الجلانديولار سكريشن؟ طبعا هسه هاي كفكرات اساسيه، بعدين يختلف الحكي فكرات شنو افكار يعني جلانديولار سكريشن. الحاله الثانيه لا، مثلا يقول لك مثلا شخص عنده حاله ديكريز بالجلانديولار سكريشن، تطي مثلا نوري ابنفرين اغونست انتاغونست الفا 1 الفا. احنا ما حكينا زيادة الضغط، اي واحدة صح، واحدة من الادوية اللي يطوهيا هي الالفا 1 ريسبتر، بس هاي قليلة كلش قليلة. يعني اللي يشتغلون اكثر عليها بادوية الضغط هي البيتا. هسا راح نجي نعرف شنو البيتا. الفا 1 اغونست، الفا 1 اغونست، اغونست لا، الفا 1 انتاغونست يطو مو اغونست، يطو الفا 1 لانه هي نفسها الالفا 1 السبب لي كونتراكت، يسوي لي فازا كونتراكت، السبب تضيق بالاوعية، فالضغط الدم هو واحدة من أسباب التضيق بالأوعية الدموية. ففي التالي شو يسوون؟ يسووا له يطو أنتاغونست، يعني حتى يثبط دور الألفا 1 ريسبتر. تمام؟ يعني المواد اللي هي ضمن الأنتاغونست، ألفا 1 أنتاغونست. وضحت عندكم؟ تمام. نيجي إلى البيتا ريسبتر. Are also unevenly distribute with beta 2 receptor. ايضا نفس ما قلنا انه الالفا 1 ريسبتر، حكينا قلنا انه انتم مرحله ثانيه الفا ريسبتر وتتقسمون لجروب اي 1 واي 2 اللي هو الالفا 1 ريسبتر. اي 1 هو اكثر شيوعا، نفس الحاله البيتا 2 ريسبتر هو اكثر شيوعا، مور كومن سب تايب اوف ذا افكتد تشو. يعني شوفوا حفظوها، عندك الفا ريسبتر وبيتا ريسبتر، يا هو الاكثر شيوعا الالفا ريسبتر. زين نرجع، الالفا ريسبتر يا هو اكثر شيء شيوعا بي الالفا 1، البيتا ريسبتر يا هو اكثر شيوعا بي هو البيتا 2، يعني عكس الفا 1 اكثر شيوعا البيتا 2 ريسبتر اكثر شيوعا. هي هاي زين بيتا 2 اعتقد هو اخر صفحه، اي تمام، يعني ما ضل شيء. طبعا عندكم كان هنا بهالمكان بالضبط، هنا كان عندكم لينك تو ذا فارماكولوجي، جاب لنا هذا يعني ربط بالماده الصيدله، كانت هي اهم ادويه الضغط، هم زين شاركوا اياها. المهم بيتا 1 ريسبتر، نحكي عن البيتا 1 ريسبتر، مع اتفاقنا على انه البيتا 2 ريسبتر هو اكثر شيوعا. زين هسه انتم احنا اخذنا مبدئيا الفكره، البيتا 1 شنو دوره برايكم؟ اكزيتاتوري لو انهبيتوري، تحفيز لو تثبيط. بيتا 1 بالضبط. زين البيتا 2 البيتا 2 بالضبط تثبيط. تمام هسه ايش نجي؟ البيتا 1 ريسبتر موجوده عندي، هو يعتبر البرايمري ادرينرجيك. عيد البيتا يا حب بسرعه، بعدني هسه بديت بالبيتا، بعدني راح نحكي عن البيتا، هسه راح ابلش. بس قلنا انه البيتا ريسبتر بالنسبه للبيتا ريسبتر البيتا 2 هو اكثر شيوعا من البيتا 1 بالجسم كله، بالجسم كله البيتا 2 اكثر شيوعا عدا هذا الاستثناء اللي راح تشي عليه، ركزوا وياي. البيتا 1 ريسبتر يعتبر برايمري ادرينرجيك ريسبتر، يعتبر برايمري ادرينرجيك ريسبتر، يعتبر الادرينرجيك ريسبتر الاساسي الموجود عندي بالهارت البيتا 1.
a small percentage on the heart, a small percentage of the adrenergic receptor on the myocardium. ها مع وجود البيتا 2 لاحظوا الاساسي اكثر شيوعا بالهارت يا هو البيتا 1 عكس الجسم كله. احنا قلنا كل الجسم الاكثر شيوعا هو البيتا 2 بس بالهارت عندك الاكثر شيوعا هو البيتا 1 هو البيتا 1 زين. هذا البيتا 1 موجود عندي كشيء برايمري اساسي هو الاكثر شيوعا بس هو يا شنو موجود عندي ويا ايضا بالقلب عندي البيتا 2 بس لاحظوا شنو الفكره بوث. شوف هذا الاستثناء اللي احكي لكم عنه احنا متفقين على انه البيتا 1 اي اخذناها بالدروس بالضبط اخذنا انه البيتا 1 دورها تحفيز هي والالفا 1 والبيتا 2 والالفا 2 اثنيناتهم تثبيط. بشوف هاي العباره الاستثناء اللي جاي يصير عندي بالهارت بوث سب تايب of the beta receptor on the heart are excitatory. اثنيناتهم بيتا 1 وبيتا 2 هنا راح يصير بين excitatory بالضبط. الاكثر شيوعا بالجسم هو البيتا 2 والاكثر شيوعا بالقلب هو البيتا 1 بس هنا بالبيتا 1 البيتا 1 بس اكو عندي بيتا 2 بالقلب بس هذين اثنيناتهم ماكو تثبيط عندي بالقلب كله excitatory كله تحفيز and والستيميوليشن ما تشرح يؤدي راح يؤدي الى زياده ضربات القلب لانه ليش يحتاج اثنين ريسبتورات. القلب دائما بحركه مستمره ما ينتهي من عنده التقلصات ما تنتهي عنده ابد ابد. اذا صار عنده حتى في حاله الكارديك اريست او في حالات الريستنج مالته الاذين جاي يصير عنده بتقلصات جاي ينضف الاذين وبحالات طبعا هذا السيستوليك والدايستوليك. المهم فهنا نحكي اذا بيتا 1 وبيتا 2 اثنيناتهم بالهارت اثنيناتهم دورن اكزاتيتاري فبالتالي صراحه اربط لكم اياها هنا. عندكم ادويه الضغط واحده من اسباب الضغط هو زياده ضربات القلب يعني عمل بيتا 2 دائما تثبيط باستثناء اللي بالقلب يكون تحفيز بالضبط. لا 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 بيتا 2 اي بيتا 2 اي دائما تثبيط عدا بس بالقلب راح يسبب لك حاله تحفيز. فبالتالي يقول لك اجاني مريض مريض عنده زيادة ضربات القلب أو ضغط هنقول هو أهم سبب أسباب الضغط هو زيادة ضربات القلب. انطيته بيتا 2 أو انطيته نوري إبنفرين أغونست أو بالأحرى انطاه شنو انطاه بيتا 2 ريسبتر أو بيتا 1 ريسبتر بلوكر زين. فبهالحالة شو هيؤدي إليه هذا هنا ما عندي شيء يثبط بالقلب اللي جاي يثبط هو اغلاق هذا الريسبتر. لذلك احنا عندنا ادويه الاشهر ادويه الضغط واحده من اشهر الادويه هي ادويه البيتا ريسبتر بلوكر يسموها له بيتا ما يقولوا بيتا 1 ولا بيتا 2 بيتا ريسبتر بلوكر لانه هي بيتا 1 وبيتا 2 اي بالضبط لانه هو لمن هذا سبب الله. شوف هذا البلوكر شنو معناته حتى تميزون بين البلوكر وبين اكو ماده ثانيه مثل المسكرانين والكيوري اللي اخذناها. شوفوا هسه عندك هذا الريسبتر هسه هذا الريسبتر جاي يجي نوري ابنفرين مثلا هذا افرض القلب فرضوا هذا البيتا 1 زين هذا شلون بخلي اكتب بيه عدل بيتا 1 هذا البيتا 1 اي هاي البيتا 1 هذا فرضوا انه يا هو احنا قلنا اتفقنا على انه البيتا 1 البيتا 1 يكون ميوله طبعا هنا هسه راح نحكي عن ميول بس هنا نفرض انه هذا الابنفرين ابنفرين بعدنا ما اخذنا الحساب فقول هذا الابنفرين. الابنفرين راح يجي يرتبط لما يرتبط راح يزيد ضربات القلب فبالتالي شو يسوون هم يجيبون هذا ما راح يجيبون ماده ثانيه ما عندي ماده ثانيه تقعد على بيتا 1 ريسبتر مال القلب وتسوي انهبيتري لانه البيتا 1 وبيتا 2 ريسبتر بالقلب هي شغله فقط اكزاتيتري يعني حتى اذا جت ماده ثانيه غير الابنفرين ونور ابنفرين قعدت على هذا الريسبتر ما راح يثبط ما راح يثبط عليه ما راح يقل ضربات القلب ابدا. فيلجؤون الى شنو يلجؤون الى حاله الريسبتر راح يسدوه يوصل هذا الريسبتر يباوع طريق مسدود يفتر ويرجع تمام. يعني انتم خلوا بالكم ما عندي ماده بديله يعني ما عندي شيء اسمه الادرينالين انتاغونست هاي انا حكيت قبل شوي غلط ما عندنا شيء اسمه ادرينالين انتاغونست ولا عندنا نوري ادرينالين انتاغونست ما عندنا هيك بالقلب. القلب الريسبتورات مالته مخصصه فقط للتحفيز بس يجي نور ابينفرين او ادرينالين يقعد على البيتا 1 او بيتا 2 راح يحفز القلب ويزيد ضربات قلبه او يزيد ضربات قلبه عشان يزيد عدد ضرباته زين. فالطريقه الثانيه شو يسوون هي الطريقه الوحيده يسوي له بلوكر يسدون الريسبتور بعد ما يصير ارتباط بالنيورون ترانسميتر. اكو ماده ثانيه اغونس وانتاغونس بالقلب ما عندنا
عكس اللي حكيناه بالماسكرانيك والنايكوتين. قلنا مثلا عندك النايكوتين هذا الاجونست للاستالكولين، وعندك الماده الثانيه حكيناها هي انتاجونست، تمام؟ فهاي ملاحظه كلش كلش مهمه، وراح تتابعكم من هنا الى قيام الساعه بعد، يعني هاي وياكم ما تقدرون تتنازلون عن هالمعلومه، وخاصه ادويه الضغط والسكر. وتعرفون انه احنا العراقيين هواي، يعني خاصه الكبار بالسن عندهم حالات ادويه الضغط والسكر. وهنا بعدين راح تجون شنو؟ راح تجون للادويه، تلقون مثلا ادويه تشتغل، مثلا ادويه معينه تشتغل لك على البيتا ريسبتر، بيتا 1 او بيتا 2 ريسبتر. هاي الادويه مثلا تشتغل لك على اورجان، على عضو بالجسم، بس انت تشوفه بيتا 1 ريسبتر. تباوع الرجال اللي قاعد قدامك او البيشنت اللي راح ياخذها هو عنده حاله ضغط، يعني هو الرجال هو قوه قلبه جاي هذا يضخ دم وقوه عايش، زين؟ وانت بس مجرد راح تعطيه البيتا هاي الادويه، هو طبعا هو جاي يشتغل على غير اورجان صح، بس ما دام ما بي سلكتيفيتي، ما بي اختياريه بالريسبتر، راح يجي قبل اي ريسبتر موجود عندي بيتا 2 او بيتا 1 موجود عندي بالاورجان، هم راح يروح للقلب لانه راح يجري بالدم، فراح يروح ايضا بطريقه للقلب، يروح يرتبط بالبيتا 1 والبيتا 2 ريسبتر ويزي ضربات القلب. فبالتالي هو جاي يعالج مثلا عنده حاله مثلا بالانتيشن او كذا، جاي يسوي له علاج لهي الحاله، وبالنتيجه شو يسبب له؟ زياده بضربات القلب. خليني اعطيكم مثال ثاني حتى توضح لكم. عندكم هو نفس البيتا، هاي الادويه هي البيتا ريسبتر بلوكر مال ادويه الضغط. ايش عندكم؟ عندكم ادويه البيتا عندكم باللانج 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 اكو عندنا بالرئتين، يعني عندنا البيتا 2 ريسبتر موجوده عندنا. عندنا موجوده البيتا 2 ريسبتر، مضبوط. هاي البيتا 2 ريسبتر دورها باللانج انه شنو؟ اذا اجى الادرينالين او النوري ادرينالين او الابنفرين او النوري ابنفرين، لما يجي يرتبط بهذا البيتا 2 ريسبتر شو راح يؤدي؟ يؤدي الى حاله الفازو كونستراكشن، او عفوا بالعكس، راح يسوي هو الارتباط ما يسوي فازو دايليشن، فازو دايليشن، زين؟ فهنا لما شنو؟ تثبط بالضبط البيتا 2 تسوي دايليشن، بالضبط البيتا 2 هنا باللاين يسوي له دايليشن، راح يسوي توسع. فلذلك اللي عنده امراض ربو، اللي عنده هو اختناقات نتيجه الربو، ما يعطوا ادويه البيتا ريسبتر، بيتا ريسبتر بلوكر. طبعا هاي الناس الاكتيفيتي مالته، ليش؟ لانه اساسا هو عنده حاله اختناقات، لما يجي يسدون البيتا، لما يجي البلوكر يسد البيتا 2 راح يصير عنده حاله الفازو كونستركشن، راح يصير عنده اختناقات. زين؟ راح يسبب عنده حاله الاختناق، وهذا الشيء مو زين لاهل الربو، حاله الاختناقات هو اساسا عنده حاله اختناقات، فما يعطوه هاي الادويه. من تثبط تسوي توسع، او من تحفز تسوي تقلص، صح؟ تحفز؟ لا، لما بالعكس، لما مو تثبط، هو ما عنده تثبيط هنا، عنده بلوكر، جاي يحكي عن البيتا 2، جاي يحكي عن البيتا 2 باللانج تسوي له هذا بلوكر. هو الريسبتر بيتا 2 ريسبتر موجود عندي. شوف هو عكس البيتا 2 ريسبتر، هو عكس الماسكرونيك. ما حكينا عن الماسكرونيك؟ قلنا انه الماسكرونيك ريسبتر دوره بالقلب انه لما يجي يرتبط ب الاسترولين راح يسبب له فازو كونستركشن. البيتا 2 ريسبتر بالعكس، لما يجي النوري ادرينالين يرتبط بالبيتا 2 راح يسوي له فازو دايليشن. فبالتالي الفا 1 انتاغونست، شنو هذا الفا 1 انتاغونست؟ لعلاج تضييق القصب الهوائيه. هاي اذا احنا نرجع علما، نرجع على انه الالفا 1، لا الالفا 1 ما موجود عندي هسه حاليا، انتم عندكم ما موجود عندكم الالفا 1 ريسبتر باللانك، وانتم قلتوا لي الفا 1 انتاغونست، خربطتوا بين الفازو كونستركشن واللي جاي احكي له اللي هو الفازو برونكو كونستركشن. عفوا هذا فازو كونستركشن جاي احكي عن الاوعيه الدمويه، مو جاي احكي عن اللانك، لا تخربطون. هذا الالفا 1 ريسبتر موجود عندي بالفيزل، زين؟ بالاوعيه الدمويه. بس هناك هذا انتبهوا له كلش، باكر بالامتحان انتبهوا له كلش، انه جاي وين جاي يصير عندك؟ لما يقول لك فازو كونستركشن جاي يحكيك عن البلاد فيزل، ما جاي يحكي عن الرئتين، ما له علاقه بالرئتين. اذا عنده ضغط صاعد وعنده ربو ما ينطوه هاي الادويه. اها محمد جمهور قال لكم، يا اما ينطوه ادويه سلكتيفيتي اكثر، زين؟ يا اما شو يسوون؟ يبدلوا له هاي المجموعه من الجروبات، يعطوه انجيوتنسين، يعطوه كالسيوم شانل بلوكر، يعطوه ادويه اخرى، بس ما يعطوه بيتا اذا عنده ربو، زين؟ او اذا عنده ربو ما عنده غير هاي الادويه، يعطوه ادويه هي طبعا الجروب بي، هذا البيتا ريسبتر بلوكر،
مجموعه من الادويه السلكتيفيتي مالتها تكون مختلفه. يعني شنو سلكتيفيتي قصدي؟ يعني خاف واحد ما وضحت عدل. ادويه السلكتيفيتي يعني مثلا هو هذا البيتا ريسبتور بلوك، اكو ادويه بي تكون سلكتيف. شنو سلكتيف؟ يعني راح تروح فقط، هي تتوجه فقط للبيتا ريسبتور الموجود عنده بالقلب، ما له علاقه بالرئتين، ما تروح له، هاي سلكتيفيتي. النون سلكتيفيتي شو تسوي؟ لا، شكو بيتا ريسبتور موجوده عندي بالجسم راح تحفزها، شكو بيتا ريسبتور راح تحفزها او راح تسدها. يعني طبعا لما اقول بلوكر راح تسدها. زين؟ هاي الادويه هيك. اذا اريد اوسع القصبه الهوائيه انطي بيتا 2 اجونست. ها احنا قلنا ماكو بيتا 2 اجونست، ما الريسبتور، الريسبتور ما شوف النيورو ترانسميتر بي اجونست وانتاجونست. شلون اكتب لكم اياها ساي؟ لما تحكي عن النيورو ترانسميتر تقول هذا اجونست يعني شيء يدعمه، او انتاجونست مضاد له. لما تحكي عن الريسبتور ما تقول اجونست وانت تحكي ريسبتور بلوكر، بلوكر سد الريسبتور. انتبهت على الملاحظه؟ انه انت لما جاي تحكي عن، لذلك ايش قلت لكم هسه بالقلب؟ قلت لكم انه بالقلب عندي البيتا 1 والبيتا 2 ريسبتور، اثنيناتهم ستيمولنت، اثنيناتهم تحفيز، اثنيناتهم زي ضربات القلب. فما اجي اجيب له، او ما عندي شيء اسمه ادرينالين اجونس او انتاجونس موجود عندي بالقلب. زين؟ بس عندي شنو؟ عندي ادويه يصلحوا له بيتا بلوكر. بيتا بلوكر، ما عندي شيء اسمه بيتا اجونس او بيتا انتاجونس، ما عندي هيك شغله. زين؟ بالضبط، السلكتيفيتي يشتغل فقط على القلب. صارت خربطه، اكو شيء ما صارت عندكم خربطه دكتور؟ شنو؟ واضحه عندكم؟ اي الله يساعدكم، هي شغله صعبه شويه بس. هسه خل هذا نرجع شويه لورا حتى احكي لكم اياها حتى تميزوا. الاجونست والانتاجونست. شكو نيورو ترانسميتر؟ احنا قلنا اكو استركولين الى ريسبتر، حتى اوضح لكم هالفكره لانه هاي اساسيه عندكم. استركولين هو نيورو ترانسميتر، متفقين. والريسبتر هو الكولينرجيك ريسبتر، هو الريسبتر الخاص بالاسترولين. حتى مثلا يمنعون هذا الاسترولين انه يرتبط، اكو طريقتين. هذا بالنسبه للاسترولين. اما يجيبون شيء اسمه الاسترولين انتاغونست، هسه حكينا عنه، اللي هو قلنا اياه هو الاتروبين مثلا. او شيء يجون للكولينرجيك ريسبتر سواء كان ماسكرونيك او نيكوتينك ريسبتر، شو يسووا له؟ يسووا له بلوكر، يسدون هذه الماده، فبالتالي بعد شنو؟ ما راح يرتبط الاسترولين. هاي طريقه. هاي بالنسبه للكولينرجيك. نفس الحاله بالنسبه للادرينرجيك عدا الهارت. عدا الهارت، الهارت ما عندنا شيء اسمه نوري ادرينالين اجونست وانتاغونست، لا عندنا بلوكر. الريسبتر بالقلب اللي هو بيتا 1 بيتا 2 ريسبتر، اثنينات يشدون يسوون بلوكر حتى يمنعون زياده ضربات القلب. الالفا 1، الالفا 1 ريسبتر حكينا عنه فوق. الالفا 1 ريسبتر ما لكم علاقه بالبيتا، احنا ما لنا علاقه بالبيتا. الالفا 1 ريسبتر قلنا وين موجود عندي؟ اعطاك مكانين له. انطاك مكان اول واحد فاسكولار سموث مصل، سبب لنا لما يجي الالفا 1 ريسبتور يجي النور ادرينالين سبب له فازو كونستركشن. لما يرتبط النور ادرينالين بالفاسكولار سموث مصل سوي له فازو كونستركشن. لذلك شنو ممكن؟ ممكن انطي الفا 1 ريسبتور بلوكر اذا صار عنده فازو كونستركشن. الفا 1 ريسبتور بلوكر، وبالتالي يعني الفاسكولار سموث مصل راح تبقى بها دايليشن، تبقى ممتده طبيعيه ما بها كونستركشن. زين؟ نفس الحاله قلناها بالجلانديولار سكريشن. او اجي اعطي ماده تعتبر اجونس او انتاغونس بالنسبه للادرينالين. هاي النقطه. بالنسبه للبيتا، بالنسبه للهارت، هذا اهم شيء. الهارت موجوده عندي، انت بس احفظ انه الالفا 1 ريسبتر موجوده عندك بالسموث ماسل، فاسكولار سموث ماسل، سبب له فازو كونستركشن، وبالجلانديولار سكريشن سبب له انكريز. هاي النقطه الاساسيه. البيتا 2 ريسبتر، بيتا 1 ريسبتر، اثنينات الموجودات بالهارت، النسبه الاعلى لمن؟ للبيتا 1. زين؟ للبيتا 1. ها يعني طبعا شوفوا عبرت هاي النقطة بقى. هاي النقطة اللي هو هسه انا حكيت عنها بالنسبة للبيتا. البيتا 2 ريسبتر. البيتا 2 ريسبتر يميل إلى أنه يكون انهبيتري. هاي متفقين عليه. أنا وقلنا البيتا 2 والألفا 2 اثنيناتهم انهبيتري. مثلا البيتا 2 ريسبتر الموجودة عندي الستيميوليشن مالتها. شو يسبب؟ relaxation of the vascular smooth muscle.
البيتاتو ها شوف استيميليشن يعني شنو؟ يعني البيتاتو ريسبتر راح يجيه النور ادرينالين او الادرينالين، فشو تسبب الاستيميليشن مالته؟ راح يسبب لي ريلاكسيشن للفاسكولار سموث مسل اند اير واي سموث مسل. راح اسعفكم الفاسكولار اير واي سموث مسل، الاير واي يعني اللانج القصبات الهوائيه. لما يجي البيتا النور ادرينالين ريسبتر يرتبط النور ادرينالين يرتبط بالبيتا 2 ريسبتر، هذا التحفز هنا ريسبتر شو راح يسبب؟ راح يسبب حاله ريلاكسيشن فور ذا اير واي سموث مسل، وبالتالي يسبب لنا حاله البرونكو دايليشن توسع القصبات. زين، فبالتالي لما انا انطي ادويه بيتا ريسبتر بلوكر شو راح يسبب؟ راح يسبب انسداد بهذا الريسبتر، اذا ما راح يصير استيميليشن. اذا ما راح يصير استيميليشن بالبيتا 2 ريسبتر ما راح يصير عنده ريلاكسيشن، راح يصير عكس الريلاكسيشن اللي هو الكونتراكشن اوف ذا اير واي سموث مسل، وبالتالي يصير عنده حاله اختناق. وضحت عندكم؟ ونفس الحاله هو ايضا الاستيميليشن مال بيتا 2 ريسبتر راح يسبب له حاله الريلاكسيشن للفاسكولار سموث مسل، ريلاكسيشن اوف ذا فاسكولار سموث مسل. لذلك هو هم هالحاله نفسها، وطبعا هم عندك البيتا 3 ريسبتر موجود بالفاسكولار، فانت احفظ انه الالفا 1 موجود عندك بالفاسكولار سموث مسل وبالجلانديولار سيكريشن. وش يسوي؟ البيتا 2 ريسبتر موجود عندك بالفاسكولار سموث مسل، موجود عندك بالاير واي سموث مسل، موجود عندك بالهارت. شو يسبب لهن الاستيميليشن مالته؟ شو يسبب لنا؟ واذا انسداد شو يسبب؟ يسبب العكس مالته. زين، البيتا 2 البيتا 1 ريسبتر قلنا انه البيتا 1 بيتا 2 ريسبتر اثنيناتهم بالهارت دومين فقط اكزيتاتوري، الاستيميليشن تحفيزا يسبب اكزيتاتوري. زين، هاي اخر شيء بعد ما ظل لنا ما بقى شيء. الابنفرين احنا قلنا هسه الابنفرين هاز جريتر افينيتي فور بيتا 2 ريسبتر so that is capable of stimulate a greater number of the beta 1 or beta 2 receptor and for causing greater stimulatory effect on the myocardium. شوفوا هسه خلينا نجي نرجع لهذا الرسم نفسه حتى تعرفون هاي النقطه. هسه راح يسوي شو نسوي؟ نسوي عكس. افرضوا انه هذا خلي اجي الون هذا والله ثواني. هذا الريسبتر يلتون خلي اللون شوية ايه. افرضوا انه هذا الريسبتر هذا هو البيتا 1 بس ثواني وفرضوا انه هذا الريسبتر الثاني هو بيتا 2 او عفوا بالعكس خلينا نعكسها شويه خلينا نعكسها هذا البيتا 2 وهذا البيتا 1 هذا البيتا 2 وهذا البيتا 1 نفس سالفه القرايب بس هنا شنو يجي هذا الابنفرين هذا ابنفرين او هذا او هذا نفسه هذا الابنفرين يجي يلقى الكرسي هذا كرسي جلد زين مرتب نوعيه درجه اولى ويجي الكرسي يلقى هذا بلاستيك تعبان زين شو يسوي يفضل انه اكيد راح يروح يقعد على الكرسي الجلد زين حتى يصير القعده مريحه هذا نفس شغل البيتا اذا الابنفرين راح لما يجي يشوف يتخير انه يروح البيتا 2 لو البيتا 1 راح يجي الى البيتا 1 يفضل يصير عنده فد ميول للبيتا 2 مقارنه بالبيتا 1 واضحه هاي فكره هاي العباره هاي الميولات بعدك وبالتالي الاستيمولنت مالته a number of the receptor هاي وا يعني لا هي يعني نص مو نص واضحه اي صار لسه واضحه ال a greater number of the beta 1 و beta 2 receptor وبالتالي شو سبب لي؟ سبب لي حالة الاستيميلات يعني اثنيناتهم الابنفرين اللي هو نفس الادرينالين يسبب لي ستيميوليشن فور ذا بيتا 1 وبيتا 2 ريسبتر مع وجود انه يميل اكثر للبيتا 2 طبعا يعني يحفز البيتا ريسبتر بيتا 2 ريسبتر بالقلب اكثر وبهالحالة شو راح يسبب لي؟ يسبب لي حالة الاستيميلاتري فور ذا مايوكارديو وبالتالي انكريز ذا هارت ريت زين ابنفرين اند نور ابنفرين هاف equal affinity for the beta 1 receptor زين
احنا قلنا اول شيء نصعد شويه فوق، خلي اراجع لكم هالمعلومه حتى شويه شويه نربطها، ولو انتم راح تخربطون غيرتها بس يلا. قلنا انه البيتا ريسبتر، بيتا 2 ريسبتر ميول اكثر انه لو خير بين الابنفرين والنور ابنفرين راح يختار يا هو greater affinity for the epinephrine، بينما على العكس من عنده يا هو على العكس من عنده ال 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 بيتا 1 بيتا 1 او نفسه البيتا 1 ريسبتر او الابنفرين والنور ابنفرين. البيتا 1 ريسبتر لا، الميول مالته للابنفرين والنور ابنفرين هو متساوي. يعني شنو؟ يعني هذا هسه خلينا نرجع نفس الرسم هذا نفس الحاله. افرض انه هذا شنو؟ هذا لا لا مشكلة. احنا قلنا هذا الاسود او هذا الاخضر هو الابنفرين زين، وهذا النور ابنفرين. خلي اقارنكم عفوا النور ابنفرين. المقارنة شلون قلناها بالبداية؟ قلنا انه هسه خل اسوي لكم هسه مقارنة، هذا جو خط مقارنة. اجانا عندنا شنو؟ وهنا هم راح ارسم الرسم الثاني. افرضوا انه هذا هو أنا شوية جاي أطول بين حتى شوية تترسخ عندكم يعني خاصة بالرسم يعني لأنه الشغلة الصورية تبقى بالبال أكثر. هذا البيتا 2 وهذا اثنيناتن، هذين اثنيناتن هي البيتا 1 بيتا 1 هاي بيتا 1 وهذا بيتا 2 ما لكم علاقة بيها هسه أو هشوف أتأكد المعلومة بالله. إيه البيتا وهنا بنفس الحالتين هذا الاحمر هذا احمر نور ابنفرين وهذا هم الاحمر هذا هم نور ابنفرين، وعندك هذا نفس الحاله هذا الابنفرين. شلون جاي يصير عندي النور ابنفرين والابنفرين لما نيجي للبيتا 2 ريسبتر؟ البيتا 2 ريسبتر كرسي قدامه اثنين، واحد يريده ويعني يحبه هو الابنفرين، والثاني اللي اقل محبه له هو النور ابنفرين. فشي يسوي مباشره يستقبل الابنفرين ويقول له يا ابن النور ابنفرين روح البس الباب زين. بينما البيتا 1 هذا البيتا 1 ريسبتر، هذين اثنيناتهم بيتا 1 ريسبتر. لاحظوا انه البيتا 1 ريسبتر اثنيناتهم ايكوال افينيتي، يعني يجي ابنفرين يقعد، نور ابنفرين يقعد براحته، يا هو يلقاه قدامه يا هو يلقاه قدامه يصير هذا يسني هذه يصير قاعدين بالبيتا وان. ماكو في التفضيل البيتا 1 ريسبتر البيتا 1 خليكم هيك مثال حتى تضل بالكم. البيتا 1 هو الرجال الكبير والبيتا 2 هو الصغير، اعتبروا اثنيناتهم اخوه. البيتا 2 عنده بعد عقله صغير البيتا 2 عقله صغير فيفضل واحد على واحد. البيتا 1 الكبير ما يفضل زين، يساوي بين العالم خوش يعني عقله كبير يكبره ما يعني يكبر عن الخلافات وانه انا احب هذا وايد هذا وكذا زين، يعني يستقبل الكل صدر كبير للكل صدر رحب للكل. هذا البيتا 1. البيتا 2 لا والله يتنعوص الا اريد الابنفرين ما اريد النور ابنفرين هيك. وضحتكم بعد ما اقدر اوضح اكثر منها يعني باش اكثر دكتور فاضل. بيتا 2 يتعذب لا اقول له بيتا 2 اخويا الصغير اجوري اي زين. يلا هسه شنو؟ فبالتالي الفاسكولار سموث مسل ان ذا سكيليتال مسل contain both A alpha 1 و alpha 2. عندك يا هو ها مو السكليتال مصل، انتبهوا شوفوا اكو هاي اهم نقطة هنا خل اوضح لكم اياها. عندك شنو بالسكليتال مصل؟ خلي هاي كتابة نسويها هنا كتابة.
إذا تريدون هاي تكتبوها وتأخذوها ملاحظة، عفوا كن لا ملاحظة، راح نحكي عن السكريتال مصر. بالسكريتال مصر، السكريتال مصر الكتابة واضحة مو؟ بالسكريتال مصر عندك نقطتين كلش مهمات. النقطة الأولى شنو نوع الريسبتر؟ يقول لك سؤال شنو نوع الريسبتر بالنيورو ماسكولار جنكشن. كتبت غلط طبعا، اعذروني على السبيلنج لانه ما حفظ السبيلنج قبل. نيورو ماسكولار جنكشن، وشنو نوعه؟ هسه انا هسه قبل لا اجاوبكم راح اشوفه، اعتبروه سؤال كويز، اعتبروه. اعطوني نوع الريسبترات، نوع الريسبترات بالسكريتال مصل بالنيورو ماسكولار جنكشن، وين بعد ثاني بالفاسكولار. سموث مصل، بس مو سموث مصل لاي واحد، لا هي نفس السكريتال مصل، يعني اللي تغذي السكريتال مصل الفاسكولار سموث مصل تغذينا السكريتال مصل. شنو نوعها بالنسبة إلى الأولى، بالنسبة للنيورو ماسكولار جنكشن، وبالنسبة للفاسكولار سموث مصل اللي تغذي السكريتال. مضبوط. أول واحدة نيكوتينك، الثانية هي بالفاسكولار سموث مصل ماسكولار. شنو نوع الريسبتر؟ قدامكم ترى موجودة. ألفا 1 وبيتا 1، شوفوا. بابا هذا خليك خلوك يا هاي الفكرة. ألفا 1 وبيتا 1 ريسبتر، اثنيناتهم ألفا 1 وبيتا 1 ريسبتر، تمام. بس انتبهوا مو بالسكريتال ماسل، يعني مو بالنيورو ماسكولار جنكشن مالته، لا بالفاسكولار سموث ماسل، بالأوعية الدموية اللي تغذيه. لأنه احنا اتفقنا انه السكريتال ماسل هو تحت سيطرة السوماتيك، تحت سيطرة السوماتيك. لما يكون تحت سيطرة السوماتيك اذا هو دائما اكزاتيتري، لانه احنا المصل سكيلتال المصل تحت ارادتنا بس نقدر نسوي له كونتراكشن، زين. بينما عندك الفاسكولار سموث مصل اللي تغذي سكيلتال المصل هي اسمها سموث مصل، اذا لابد انه يصير بها الفا 1 بيتا 1، حتى اذا تحتاج تثبيط الفا 1، اذا تحتاج عفوا اذا تحتاج اكزاتيتري تحفيز الفا 1، اذا تحتاج تثبيط بيتا 2، تمام. يعني حسب الحاجه الى تغذيه السكيلتال مصل. يعني مثلا هسه انا قاعد بهالحاله الطبيعيه، رجلي هيك متربع وقاعد، زين انا قاعد هسه متربع وقاعد، ما رجلي ما يحتاج، او العضله عضلات السكيلتال مصل مالتي ما تحتاج هواي ضخ دم، طبيعيه ماكو فد شيء. فهنا ايش راح يكون؟ هنا يا هو المتحفز عندي الالفا 1 للبيتا 1 بيتا 2، برايكم اذا هسه انا قاعد او كلكم انتوا قاعدين متربعين البيتا، ليش؟ لانه انا تغذيه القلب طبيعيه عندي. بينما هسه اذا اردت اقوم مثلا او اريد اركض احتاج دم هواي، فشي يتحفز عندي الالفا 1 ريسبتر الموجود عندي بالفاسكولار سموث ماسل، الفا 1 مو بيتا 2 مو بيتا 1، يتحفز عندي الالفا 1 حتى يصير لي فازو دايليشن، وبالتالي شو يسوي؟ يسبب لي ستيميليشن، ستيميليشن يتحفز حتى يضخ الدم بشكل، يعني حتى يصير تمدد عندي بالاوعيه الدمويه، وبالتالي يزيد المجرى او يزداد كميه الدم. فهاي النقطه انتبهوا لها. خاف يقول لك what is the type of the receptor on the skeletal muscle، يزيد ضخ الدم. بالضبط محمد جبور، شنو انت بتذاكر ورانا؟ زين، النورابينفرين which stimulate only the excitatory receptor excitatory alpha 1 receptor cause strong vasoconstriction. ها شوف شو يقول لك، الالفا 1 receptor الموجودة عندي، يعني الفا 1 receptor لما يصير النورابينفرين لما يجي يحفزه، شوف هنا راح اذكركم عباره، خل اذكركم شغله قلت قبل فتره، او قبل فتره يعني قبل تقريبا ساعه قلت لكم انه الادرينال ميديولا ينتج 20% من النوري ادرينالين و80% من
الادرينالين او الابنفرين. بس شنو بالبوست جانجليونيك او بالادرينال ميديولا نفسه اكو انزيم، اكو انزيم يسوي لي شنو ميثيليت ذا نور ابنفرين، يحولها الى ابنفرين. فلما يصير ميثيليت ايش تتوقعون انه يا هو اللي راح يكون اقوى، اقوى الابنفرين لو نور ابنفرين؟ لما جاي هذا الانزيم جاي يحول لي النور ابنفرين الى ابنفرين، يا هو الاقوى برايكم؟ بعد يعني هسه احنا هنا الابنفرين والنور ابنفرين الثنائين عباره عن هرمونات ينفرزن من الادرينال ميديولا. بس بالادرينال ميديولا نفسه اكو انزيم جاي يضيف مجموعه مثل او مثيليت، يسوي لي مثيليت نور ابنفرين يحولها الى ابنفرين. ايش تتوقعون يا هو الاكثر قوه، الابنفرين لو نور ابنفرين؟ علي، انتصار، متاكدين ابنفرين يعني؟ ايمن، متاكد نور ابنفرين؟ راح اتيها هسه بحيث تحتارون. خوي محمد جبوري، ابنفرين عندك وعندك نور ابنفرين، اثنيناتين هرمونات ينفرزن عندك من الادرينال ميديولا. بنفس الادرينال ميديولا جاي شو يصير؟ يصير ميثيليت، اكو انزيم جاي يحول لي النور ابنفرين الى ابنفرين. فش تتوقع يا هو نور، على قولة ايمن، نور الاكثر اقوى لو هذا الابنفرين؟ يا هو الاقوى. بعد متأكدين ابنفرين؟ معقول يعني؟ ترى ليش يتحول ذاك؟ وين سبته اكبر؟ تمام، اللي كتب نور ابنفرين خليه هذا، خليه حضره باكر راح يرسب. اللي كتب الابنفرين مضبوطه صحيحه. ليش؟ لانه الابنفرين، شوفوا تابعوا وياها العباره راح تشيح. نور ابنفرين استيمولييت اونلي الفا 1 ريسبتور، ايش راح يسبب لبعض؟ لا لحظه، ها لا لا عفوا، لا انا رسبت صراحه، انا رسبت البارحه، راح ارسب باكر. لا بالعكس، النور ابنفرين هو الاقوى مو الابنفرين، ما له علاقه بالنسبه، لانه انزايم فشلت راح تدل بث. اي الابنفرين والنور ابنفرين، اقول لك ايمن لذينا، ترى ما اشرح لك، اطردك والله صراحه اطردك. زين، النور ابنفرين هو الاقوى من الابنفرين، ليش؟ النور ابنفرين يسبب لي سترونج فازو كونستراكشن. هذا الانزيم، شوف هذا الانزيم اللي جاي يسوي لي ميثيليت للابنفرين او النور ابنفرين ويحوله الى ابنفرين، انزيم جاي يقلل من قوه من نشاط الابنفرين. زين تمام، باعتبار هو انزيم، شكو انزيم هو شغله يحلل الانزيم بطريقه او اخرى، هو جاي يسوي انزيم تحليل، فجاي يقلل من قوة النور الابنفرين. فبالتالي دائما النور الابنفرين يسوي لي سترونج فازو كونستركشن، لانه هي اقوى من الابنفرين. شوفوا لاحظوا انه الابنفرين شنو سبب لي هذا الابنفرين راح جاي يسوي لي ويك فازو كونستركشن، بينما النور الابنفرين يسوي لي سترونج فازو كونستركشن. زين، فباكر ايمن راح ينجح. فدائما اتذكروا انه نور اقوى، نور اقوى من ابي، نور ابنفرين اقوى من ابنفرين. زين، اخر شيء كمان اخر سطر، the vasodilation resulting from the beta 2 receptor. ها بالمقابل الفازودايليشن اللي يكون ينتج من البيتا، من تحفيز البيتا 2 receptor، يعني من بعد ما يرتبط اوبوس يتعارض، and therefore weakness the vasoconstriction resulting from the alpha 1 receptor، راح يكون
عكس يعني الاستيميليشن مع البيتا 2 ريسبتر راح يؤدي الى يعني البيتا استيميليشن مالته راح يؤدي الى فازودايليشن، وبالتالي يكون عكس او يقلل من الفازا كونستركشن يسبب لها الفا 1 ريسبتر. وبالتالي احنا قلنا انه شنو عندك ال ثاني والله اي يعني هو تحفيز البيتا 2 ريسبتر راح يؤدي الى حاله الفازوديليشن، وهاي حاله الفازوديليشن يكون مقابله او تعارض الفازو كونستركشن اللي يسبب لها الفا 1 ريسبتر او تحفيزه. زين تجون نسال هذا الجداول، هذا جداول مو حفظ ابدا يعني صراحه انا ما حفظته، بس اللي يحب يطلع وما حد راح يطلع اعرف انه يعرف انه الباراسيمباثيتك والسيمباثيتك جاي يصير بالجسم كله يعني، وهذا اللي طلع. فما دام اللي طلع تشزوا معكم علاقه به برين ستيم، وهاي والسلام عليكم، انتهى الموضوع. هاي انتهت، اكو شيء ما واضح؟ الموضوع كله صعب، ما يفيد بالكيسات، ممكن يفيد صراحه ما ادري يعني اذا تقروا، بس هي شغلات اكو بي شغلات استنتاجيه اكو شغلات لا يعني حسب كل عضو بعد شيء يصير بي. شوف مثلا عندكم هذا ليفر جلايكون لانج برونكوز كشوفات، ماكو اي افكت بالباراسيمباثيتك، بالسيمباثيتك جاي يصير بريك داون او ليفات، او عفوا بالبارا ماكو افكت، بالسيمباثيتك اقول لك انت متاكد قريت عندك فاضل؟ اي والله بس عندك فاضل، بس انا اقول لك اكو شغلات كان يعني عندنا وحده من زميلاتنا بالمرحله كانت تنزل الكتابه بالانجليزي وترجمها بالعربي، فالشغلات اللي ما افتهمها يعني اقرا بس الكلام مالته بالعربي يعني افتهم. احنا متوقعين كيس السؤال مال باكر ممكن، فانتم هنا هو ما دام يجيب لكم كيس اذا السؤال كله راح يشتغل ريسبترات، لو ريسبترات لو استلكولين ونوربينفرين، فانت احفظ كل ريسبتر وين موقعه بالجسم وش يسوي لما يجي النيور ترانسميتر مالته وش يسوي لما يصير بي بلوكر. هاي بس تحفظهن انت راح يعني هسه احنا حكينا الهارت، قلنا انه الهارت البيتا 1 بيتا 2 اثنيناتهم ستيميوليشن مالته انه حيؤدي الى زيادة الثقة. باكر يعني والله شوف اللي هي شنو هي أهم شغلة حاليا بالمحاضرات، في هذه المحاضرتين الأولى والثانية أهم شغلتين تعرفون هي المحاضرة الأولى الأكشن بوتنشال، طريقة تكون أكشن بوتنشال، هذه الشغلات اللي بالبداية مال الميلانين والأعصاب، طبعا عدا أنه هذا الأوليغودندرايتس وإلى آخره، هذه كلهن شغلات اناتومي مو فسيولوجي. الفسيولوجي شنو الشغله؟ الاكشن بوتنشال الماسكولار بالمصل لما توصل المصل، اهم شغله السكيليتال مصل شلون جاي يصير بكونتراكشن، السموث مصل شلون جاي يصير بكونتراكشن. زين وهاي بالنسبه للمحاضره الاولى يعني هذين شغلات مهمه، مو معناته البقيه مو مهمه وما راح يجيب لا، بس هذين الشغلات لانه الفسلجه هي دورها وظائف بس مو دورها انه والله تعال وصف لي هذا شنو البلادر على شكل كيس على شكل كذا، لا ما له علاقه، ولا شنو طبقاتهم من يتكون. الفسلجه هي وظائف وهي دور الفارما، هذا الشغل يعني هي ارتباطها بالفارما لانه انت جاي تعرف الجسم شلون جاي يشتغل والحاله المرضيه شنو جاي يصير الخلل والدواء اللي راح تعطي ايش راح يسوي هيك شيء، فهذا دور الفارما يعني اهميه الفسيولوجي. وهي فيعني صراحه النصيحه لكم مادة الفسلجة حتى لو صار امتحان الكتروني وحتى اذا يعني اكو قسم تساعد مثلا بجروبات ابد ابد لا تعرف مادة الفسلجة، اذا مادة الفسلجة ما قريتها صدقني ما راح تفتهم الفارما وراح تفتهم اي شيء من اللي جاي يصير عندك بالجسم. يعني قول الاناتومي خلي يوقع، قول المايكرو بس بداية مال هذا مال الجرام بوزيتيف جرام نيجاتيف، هذين هم شغلات مهمة بالانتيبايوتيك، بس الفسلجة كلش مهمة، المايكرو مهم يعني بهاي بدايات خاصة البكتيريا والفيروسات، والبقية لا والله يعني أهم صراحة ما أقدر أشكلكم يعني أقروهن، اللي يحب يقرأ خليه يقرأ، اللي يحب يجد علمي خليه يقرأ، بس مو معناته إنهم تقروهن أنا ما مسؤول يعني. كورس ثاني يأخذون فارما، إيه إحنا كورس ثاني نأخذه. عندنا مخطط شامل للنواقل والريسبترات وموقعه ووظيفته، اعتقد انها موجودات بس اذا تحكي يعني لو هذا حسنين لو تكتفي بالريسبترات الموجوده عندك بهالملزمه كلش يعني احسن لك وافضل لك، لانه اذا اشوف الريسبترات بالجسم تجزع يعني ما تحفظهم، فانت احفظها ذني بالبدايه
وهن اللي راح يجيك الكيسات بس على ذني. عندي ما عندك افزع عنا العد دكتور فضل ناشر على الانستا. اي صح شويتين بس تحفظون اذني يعني اذا تريدون تحفظون هسه يعني سهل لكم امر بالمحل بس حاليا باكر مهمات اذني الريسبترات اللي بالمزمعاتكم. لا عمي وذا الكتروني منو يجيكم بالفارما بعد بالكورس الثاني. انت صايم اليوم؟ لا 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 ما صايم قليلات صح. ايه فهذا اكو شيء ما فاهمي اكو شيء ما واضح؟ وعذروني هواي طولت وياكم واحتمال يجيب لكم كيسات دكتور فاضل اذا يريد يفرها عليكم يجيب لكم كيسات لان احنا نقراهن. والديك مشكور شكر لله. اذا اكو شيء ما واضح او كذا انا موجود يعني وحسابي موجود عندكم تقدرون تراسلون باي وقت واني تدلون يعني خاصه بهالملازم يعني. هن الاطلاع اللي طلع يعني ما راح يجيب لك يعني بس اذا انت تقراهن يفيدنك لانه اذا اقول لك الاطلاع ما راح تقراهن وانت ما راح تقراهن صراحه وانا هم ما قريتهن. يلا براحتكم يعني اقترب وقت الاذان.